بسم الله الرحمن الرحيم احنا النهارده هنتكلم على الكومباكشن اوف سويل دمك التربه الجزء الاولاني من الموضوع خلينا بس الاول ان انا يعني أدلك هنت سريع عن عن المنهج بتاعنا مش مش مواضيع يعني مش هشغل بالك بمواضيع قوي دلوقتي بس الماده بتاعتنا لو انت عايز تسجل اكتب كده على طول ان الماده بتاعتنا من 125 درجه 125 درجه بيتقسموا لي الفاينل بتاعنا 75 يبقى انا باقي لي 50 باقي لي 50 هيجي لك هنا شفوي 25 درجه واعمال سنه اعمال سنه 25 درجه برضو ماشي لو خدنا اعمال السنه وقسمناها هتلاقي عندك ثلاث حاجات ممكن نزود حاجه صغيره كمان هتلاقي عندك متر وعند غياب سيكشن وشتات وهيبقى في ريبورت صغير كده الدكتور هيطلبه منكم حاجه هتعمل على برنامج كده هتعملوها هيبقى برضو عليها درجات هما 25 درجه فيهم القصه دي تقسيمه مش عارف اقول لك تقسيمه دلوقتي لان لسه الكلام ده هيرجع يتقسم تاني فده ببساطه يعني طيب تعالى بقى على طول نخش في الموضوع بتاعنا احنا بنتكلم على دمج التربه الاجزاء النظريه اللي احنا هنتكلم عليها ده يعني كل الكلام ده كلام المحاضره يعني حتى انا برضو بخلي جيب جمل المحاضره واحطها في في, في السكشن ما بجيبش الجمل اللي, اللي في كشكولي مثلا لا برضو كل كل ترم بجدد الجمل بتاعه المحاضره عشان برضو تلاقي ان المحتوى واحد فتعالى نتكلم الاول يعني ايه كومباكشن يعني ايه دمج تربه خد بالك يا يعني الماده بتاعتنا فيها اسئله نظري كتير في ام هيسالك في النظر يشوفك انت فاهم ولا لا فمش مجرد ان انت بتحل مساله لا النظر مهم ومش مهم مهم من ناحيه انك انت ما تحفظوش بس وخلاص احفظه وتكون فاهم انت بتقول ايه ما انا حافظ اللي انا فاهمه ده يعني انا انا فاهم اللي انا حافظه اقصد اللي انا فاهم اللي انا حافظه مش مجرد حافظ وخلاص فلازم تاخد بالك تحاول تفهم على قد ما تقدر لان انت عندك اسئله نظري ام اس كيو بيبقى فيها في الجمل شبه بعض والاجابات شبه فلازم تكون فاهم كويس طيب يعني ايه دمك التربه بقى واحده واحده كده نمشي مع بعض قال لك دمك التربه دهيت دي عمليه دي زياده وحده الحجوم عن طريق طرد الهواء المحبوس داخل الفراغات زياده وحده الحجوم انت فاكر وحده الحجوم ديت ان كنا بنقول عندنا حاجه اسمها جامه كانت بتساوي دبليو على فوليوم الوزن على الحجم وزن وحده الحجوم دبليو على فوليوم فهو بيقول لك عمليه زياده وحده الحجوم يعني الجامه بتزيد طب بتزيد ازاي يا عم قال لك ان هي بتزيد ان هو بيطرد الهواء المحبوس جوه الفراغات اما اطرد الهواء المحبوس جوه الفراغات يبقى انا قللت نسبه الفراغات الاي -E اللي هي الفويد ريشيو قللت الفويد ريشيو طب قللت نسبه الفراغات ازاي قال لك باستخدام معدات ميكانيكيه هرصات هرصات زي اللي انت بتشوفها في الشارع بتلاقي على الطريق كده فيها الراس ماشي عمال ايه يضمك الارض قبل ما يعمل طبقات الطريق فالهراس ده بالنسبه لي حمل ديناميكي حمل هراس بيتحرك فحمل ديناميكي مش حمل استاتيكي مش ثابت حمل ديناميكي بيتحرك في فتره زمنيه قصيره هو الهراس ده هيقعد سنين ده هو يوم يومين والموضوع كله بيخلص فتره زمنيه قصيره طب نعيد التعريف بصوره ثانيه قال لك يا باشمهندس هو الوضع الطبيعي للتربه ان انا عندي سوليدز ووتر واير ده كلام سنه ثانيه حبيبات صلبه ميه هواء طب الراجل ده بيقول لك إيه؟ عمليه زياده وحده الحجوم او وزن وحده الحجوم عن طريق طرد الهواء عن طريق طرد الهواء ركز في الكلمه دي كويس قوي مين اللي هيطرد مين اللي هيمشي الهواء فده الوضع الابتدائي قبل ما أدمك وقبل ما اعمل اي حاجه تعال ندمج هنجيب هنا هرصات هرصات تمام ايه اللي هيحصل يا باشمهندس الهواء هيطرد هل الحبيبات الصلبه هيحصل لها حاجه حجمها هيقل لا ثابته هل الميه حجمها هيقل لا برضو ثابت امال مين اللي قل حجم الهواء قل حجم الهواء قل يبقى انا عملت ايه؟ طردت الهواء المحبوس فحجم الهواء قل. طب ما حجم الهواء يقل يا باشمهندس الحجم ال... الكلي دهوت ده هيقل برضه. يعني دلوقتي في واحد الحجم الاولاني اكبر من الحجم الثاني ما هو الهواء خرج. طب هل الوزن هيختلف؟ ده اللي خرج عباره عن هواء والهوا ملوش وزن، الهوا ملوش وزن معنى كده ان الوزن يفضل ثابت طب يا باشمهندس هو ما الفوليوم يقل اما الحجم يقل والوزن ده ثابت وزن ثابت والمقام قل فتلاقي وزن وحدة الحجوم زادت معاك بالتالي قامة 2 دهيت في الحالة التانية وزن وحدة الحجوم أكبر من جاما واحد. في الحاله الاولانيه يبقى التعريف في ثلاث حاجات مهمين ان انا بطرد هواء ما بطردش ميه بطرد, بطرد هواء من خلال حمل ديناميكي شويه هرصات بتمشي في فتره زمنيه قصيره طب يجي سؤال يقول لي يا باشمهندس هو ايه الفرق ما بين الكومباكشن والكونسوليديشن تصلب التربه. الله ايه الكونسوليشن ده, ده الكلمه دي جي مش مش جي مش جديده عليا. فاكر السنه اللي فاتت اما كنت بقول لك يا باشمهندس دلوقتي اما اجي اسس منشا على سند على رمل. ابن الدور الاولاني ابن الثاني الثالث الرابع الخامس خلصت؟ خلصت اخر دور؟ والديد لود جه اللي هو بقيت الديد لود واللايف لود والعفش والناس وكل حاجه والدنيا خلصت بعد ما كل الاحمال تيجي وركز في كلامي بعد ما كل الاحمال تيجي الرمل هيخلص الهبوط بتاعه فكنا بنقول ان الرمل الهبوط بتاعه اسمه immediate immediate سيتلمنت هبوط فوري بعد ما بحمل عليه مباشرة بيهبط ويخلص هبوطه في ساعتها على عكس مين بقى؟ على عكس الطين فاكر الطين هو ايه اللي كان بيحصل؟ اما بأثر بمنشأ على تربة طينية فايه اللي بيحصل يا باشمهندس؟ ده قال لك ايه؟ عشان الطين ده هو ياخد هبوطه كله فده بيحصل في وقت طويل قوي خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة رقم كبير قوي على ما يخلص هبوطه طب ليه؟ قال لك علشان المية بتبدأ تخرج واحدة واحدة في البداية المية هي اللي شايلة الحمل وده كلام قديم طيب المية شايلة الحمل التربة مش شايلة حاجة لسه الحبيبات مش شايلة حاجة لسه المية بتخرج مع الزمن المية بتخرج مع الزمن وبتدي شويه من الحمل للحبيبات التربه. يبقى في الاول الميه اللي شايله الميه عماله تخرج نتيجه تاثير الحمل وتدي هي الحمل للحبيبات التربه نفسها. الميه عماله تخرج 10 سنين 15 سنه 20 سنه والميه بتخرج لحد ما بعد 25 30 سنه الميه بالكامل خرجت. يعني المنشا يخلص هبوطه امتى؟ بعد خمسة 25 30 سنه طب ليه عشان الميه عماله تخرج على مدار سنين طويله عمال يهبط 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 فكنا بنسمي الظاهره دي ظاهره اسمها الكونسوليديشن ظاهره تصلب التربه طب هو الهبوط اللي حصل ده الهبوط اللي حصل ده بعد خمسة 25 30 سنه مش برضو اما اما التربه هبطت معنى كده لو انا بقول جاما بتساوي دبليو على فوليوم الوزن وحده الحجوم بيساوي الوزن على الحجم اما التربه بتهبط يعني حجمها بيقل وما الحجم يقل وزن وحده الحجوم يزيد فما اجي اتكلم على كونسوليدي على على الكونسوليديشن هقول برضو ان هي عمليه زياده وزن وحده الحجوم طب ازاي قال لك عن طريق خروج الميه لاحظ اول فرق يبقى Consolidation خروج ميه اما Compaction خروج هواء ده الفرق الاولاني الميه اللي بتخرج من الفراغات يبقى انا بقلل نسبه الفراغات طب انا بقلل نسبه الفراغات ازاي قال لك عن طريق تاثير باجهاد ثابت مش انا هنا حملت المبنى والمبنى ده بيديني حمل استاتيكي على عكس الهراس كان بيديلك حمل ديناميكي. طب ايه كمان؟ في فترة زمنية طويلة 25 30 40 50 سنة والتربة عمالة تهبط 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 والمية عمالة تخرج. يبقى أنا لو عاوز أعمل مقارنة ما بين الكمباكشن والكونسوليديشن هتكلم في كام حاجة؟ تعال نشوف. أول حاجة الكمباكشن عبارة عن خروج هواء. من الفراغات خروج هواء طب الكونسوليديشن لا خروج ميه يا باشمهندس حاسب الكومباكشن ديناميكي ولا استاتيكي اللي بيأثر ده الهراس اللي ماشي ده على الارض ده بيديني حمل ديناميكي طب الكونسوليديشن لا حمل استاتيكي المبنى بتاعي ثابت ما بيتحركش طب الكومباكشن الدمك بيحصل في قد ايه في فتره زمنيه قصيره على عكس الكونسوليديشن محتاج وقت طويل قوي طب الكومباكشن يصلح لكل انواع التربه كل حاجه رمل زلط طين طمي كل انواع التربه اللي ممكن تتخيلها ممكن اعمل لها دمج طب هي ظاهره الكونسوليشن دي بتحصل لمين قال لك التربه المتماسكه المشبعه زي الطين وزي الطمي يعني يعني ما بيحصلش للرمل هو طين وطمي بس تربه متماسكه يعني زي الطين وزي الطمي مشبعه عشان فيها ميه والميه عماله تخرج يبقى انا اللي انا قلته مقارنه صغيره بيجي سؤال ما بين الكومباكشن والكونسوليديشن سؤال شافه ومهم قارن لي ما بين الكومباكشن والكونسوليديشن اربع حاجات كومباكشن خروج هواء كونسوليديشن خروج ميه كومباكشن حمل ديناميكي اما الكونسوليديشن حمل استاتيكي ده بيقعد حبه صغيرين الهراس بيخلص يومين ثلاثه اما الكونسوليديشن لا بيقعد طويل بقى فتره طويله على حسب خاصه التربه شوف هنقعد بقى كام سنه كومباكشن لكل انواع التربه اما الكونسوليديشن للتربه المتماسكه المشبعه فقط زي الطين وزي الطمي. حد يا جماعه عنده مشاكل في الكلام ده؟ تمام يا هندسه طيب تعالى نتكلم على حاجه ثانيه خلي بالك يعني انا مش عايز اطول عليك في نظري برضه بس الكلام ده كله مهم جدا في شفوي وفي اسئله ام سي كيو وهتشوف السكشن الجاي واحنا بنتكلم فيه الاسئله وهقول لك فايده كل حاجه كنا بنقولها السكشن ده. effect of compaction تاثير دمك التربه او المين جولز يعني من الاخر حد فتح لك الملف ايه ايه اللي اعرف ايه يعني انا هستفيد ايه اصلا من الدمك يعني انا بعد ما اخلص دمك يبقى انا حصلت على ايه استفدت ايه قال لك اول حاجه انكريز الشير سترينث اوف سويل شير سترينث للسويل زيادة مقاومة التربة لتحمل إجهادات القص. زيادة مقاومة التربة لتحمل إجهادات القص. إيه الكلام ده؟ الشير سترينث ده الموضوع الجاي، ده الموضوع الجاي. هنشرحه بعد موضوع الكومباكشن. فمعلش خلي دي دلوقتي، يعني سيبها لي دلوقتي كده وأنت قدامها تفهمها، احنا الكلام ده كنا بنشرحه في سنة تانية فعلشان كده يعني تحس كلمة جديدة عليك، ده موضوع من سنة تانية بس إحنا أجلناه للسنة دي. فده شير سترينس. طب يعني إيه زيادة الشير سترينس؟ قال لك هيتمثل في حاجتين. أول حاجة إنكريز البيرنج كاباستي، زيادة قدرة تحمل التربة. كلام غريب، هقول لك ببساطة خالص لحد برضو ما ناخد المواضيع كلها وتبقى فاهم كل كلمة بالظبط. انكريز بيرين كاباستي معناها ايه؟ يعني يا باشمهندس لو التربه تقدر تشيل بيرين كاباستي وليكن مقداره واحد واتنين من عشرة يعني التربه اقدر احمل عليها باجهاد كنت واحد واتنين من عشرة مثلا طب بعد الدمك يعني لو انا عملت دمك ايه اللي هيحصل؟ قال لك كاباستي ممكن تبقى واحد ونص افهم بس الموضوع ببساطه دلوقتي وقدام شويه اما ندرس البيرن كاباستي هتفهم الموضوع هيبقى واضح قوي بالنسبه لك. فبيرن المقصود بيها ان هي التربه بتشيل وليكن 50 التربه تشيل 50 ماشي؟ انت بعد ما تضمك التربه هتشيل 80 طب مش واضحه؟ بص يا عم قبل الدمك قبل الدمك ماشي؟ التربه تقدر تتحمل أربع أدوار ماشي؟ أربع أدوار يعني لو حطيت الخامس التربة دي هتنهار أنا بقول إيه دلوقتي؟ التربة قادرة تشيل مبنى أربع أدوار لو حطيت الخامس هتنهار أنا بتكلم إن السويل اللي هتنهار مش المبنى ماليش دعوة أنا مش راجل بتاع خرسانة أنا بتكلم على السويل دلوقتي السويل نفسها اللي هتنهار طب تعالى نعمل دمك كده بعد الدمك ايه اللي هيحصل بعد الدمك بدل ما هي بتشيل أربعة ده تشيل ستة مثلا ستة أدوار ويبقى الدنيا تمام وما يحصلش انهيار في السويل دي حاجة اسمها زيادة البيرنج كاباستي زودت قدرة تحمل التربة بدل ما تشيل أربعة تشيل ستة بقى تشيل 50 تشيل 80 تشيل زودت قدره تحملها طب ايه تاني في الشير سترينث قال لك ان هي بتزود حاجه اسمها الاستابيليتي اوف سلوبس زياده تزان الميول يعني ايه الكلام ده هو يعني تخيل انك انت عندك ميل بالشكل ده الصول اللي موجوده هنا دي لو عملت لها دمج فالميل ده هو ده اسمه سلوب ميل يبقى أنا كده زودت اتزانه زودت ثبات الميل يعني ما أجي أحط مبنى هنا الميل ده هو ما يحصلوش فيليار مش وارد يا باش مهندس الميل ده يحصل له انهيار يتحرك الميل يتحرك نتيجة الحمل الزيادة ده هو اللي أنت حاطه ده وارد جدا. يبقى أنا أما عملت دمك للصويل في المنطقة دي زود لي ثبات الميل، زود لي ثبات الميل. فضل ثابت. نخش في نقطة ثانية. ولو حد عنده سؤال يوقفني في أي وقت. النقطة الثانية بتقول لك إيه؟ ريديوس سمعت يا باشمهندس؟ اتفضل هو لما يحصل نهار لما يحصل نهار للسويل مش هو ده هيخلي يعني المبنى يرخم ولا بيعمل حاجه تانية ببساطه اقل اقل حاجه ممكن تحصل ان ان المبنى مثلا هي واقفة اهو يميل مثلا هو نفسه سليم اصلا ماشي هو نفسه كخرسانه سليم التربه هتنهار ماشي هتلاقي هبوط حصل هبوط مثلا على الشمال واحد سنتي وهبط على اليمين مثلا نص سم مثلا فهبط حصل هبوط في الشمال اكتر من اليمين فقام راح مائل ناحيه الشمال حصل انهيار في الصول الاول يقوم المبنى نفسه مشرخ هو اللي انهارت فالمبنى بعد كده انهار بس البدايه جت منين؟ جت من, من الصول او ممكن يحصل اي حاجه ثانيه في في ظواهر كتير قوي ممكن يحصل المبنى نفسه بالكامل يقع ممكن يحصل مشاكل كتير قوي ممكن تحصل يعني تصير نفسها ان هي يحصل فيها مشاكل كتير قوي، يحصل هبوط مفاجئ فالمبنى يهبط هبوط مفاجئ، يحصل ميل في المبنى، المبنى كده يتشرخ، مشاكل كتير قوي ممكن ممكن تشوفها وتقابلك في, في, في الطبيعه يعني. وصل لك الفكره؟ طب يا هندسه ايه علاج الشروخ بقى لما بيحصل شروخ في المبنى؟ علاج الشروخ في المبنى نفسه؟ اه لما يحصل لما يحصل هبوط والمبنى يشرخ كده، اللي ايه علاجه يعني؟ هو اقصى حاجه بنقدر نعملها إن إحنا مثلاً نيجي أهو نعمل حاجة اسمها حقن حقن نصين الجزء اللي هبط ده فده يعمل لي ثبات للوضع الحالي يعني هو هو مش هيرجعه تاني يعني ما تفتكرش إن المبنى ده ه... ه... هو مايل مثلاً هيقوم راح راجع تاني يرد لا هيثبت على وضعه أقف بقى يعني الهبوط ما يكملش يعني ما يبقاش إيه عمال أنت خلاص إيه الشروخ ظهرت والمبنى عمال يهبط فانت تقول ايه احنا هنسيبه كده فتيجي كمان سنتين تلاقي له عمال يهبط اكتر عمال يهبط اكتر عماله تفتح 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 فاحنا ممكن ان احنا نحقن التربه مثلا دي من ضمن الحلول احقن التربه فيعمل لي ايه؟ يثبت لي الوضع الحالي ممكن اجي هنا اهو إن انفذ خوازيق اسمها مايكرو بايلز خوازيق رفيعه كده حد تاخد برضو الكلام ده قدام مايكرو بايلز خوازيق رفيعه كده تثبت لك تثبت على الوضع ده عشان ما يحصلش مشاكل اكتر من كده يبقى احنا وصلنا ده اخرنا اقف اقف هنا اقف لحد هنا بقى لان بعد كده هيحصل مشاكل كبيره قوي الكلام ده كله كلام يعني مش احنا بندردش بس يعني التفاصيل دي دي قدام هتاخد يعني الكلام ده قدام في الاساسات او يعني اللي انت هتشوفه بعينك بالخبره هتاخد تعرف الكلام ده واحده واحده يعني تمام طيب يا جماعه حد عنده اسئله في الحته دي تمام هندسه طيب تعال نكمل الحاجه الثانيه قال لك تقليل هبوط التربه او خلينا نقولها بالانجليزي الاول ريديوس سيتلمنت اوف سويل تقليل هبوط التربه نتيجه وزن المنشا يعني ايه الكلام ده هو ده؟ اقول لك انا ببساطه خالص ايه رايك لما نجيب حاجتين كده يعني زي حاجه كده حاجه كبيره مثلا مفتوحه مثلا طبق كبير قوي وحاجتين قد بعض تعالى كده هات رمل ده رمل ماشي والرمل ده هو الشويه ده هو مثلا وليكن على سبيل المثال 30 سم أو 50 سم رقم يعني حاجة كده يعني وحطيت الرمل كله ماشي وتعالى في الوعاء التاني ده هو بص أنا هعمل إيه؟ أنا هحط شوية رمل ماشي بإيديا كده 5 سم وأقعد أضغط عليهم اضغط 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 عليهم بإيدك جامد. وتعالى حط كمان شوية واضغط عليهم بإيدك. وحط كمان شوية واضغط عليهم بإيدك. وحط كمان شوية واضغط عليهم بإيدك. يبقى أنا بعمل إيه؟ بعمل دمك للطبقات. بحط الطبقة وأقعد أضغط 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 أضغط. ماشي؟ أقول لك بقى على حاجة. يبقى أنا إيه؟ جبت واحد مليته رمل مرة واحدة. واحد مليته على طبقات وكل طبقه قعدت ادمك فيها ادمك فيها ادمك فيها بايديا تعالى كده نجيب وزن كده اهوت مقداره وليكن 50 كيلو جرام ونحط مره هنا ومره هنا انت متخيل ايه اللي هيحصل اللي انا اللي هو حطيته مليته مره واحده هو هيهبط، الوزن فيها هيهبط هبوط كبير، طب التاني؟ هيهبط هبوط صغير، لو فكرت فيها هتستوعب أنا أقصد إيه؟ مش ده أنا دمجته، يعني أي فراغات فيه، أو أي هواء فيه خرج، أو بمعنى تاني، أنا قللت الفراغات لأكبر درجة ممكنة. عمال اضغط اضغط على اضغط على الرمل أضغط،, 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 اضغط جامد فالفراغات عماله تقل الهواء بيخرج طب الوضع الاولاني الوضع الاولاني انا ما عملتش حاجه اصلا حطيت الرمل زي وهو بالفراغات اللي فيه ده مليان فراغات طب ايه ده معناه ايه اما حطيت الوزن مع انه نفس الوزن في الحاله الاولانيه الوزن الهبط هبط هبوط كبير عشان فراغات الهواء كتير يا باشمهندس طب الحاله الثانيه انا كنت عامل دمج طب ده لو ترجمناه في الواقع هيبقى عامل ازاي؟ عايز تعمل التجربه دي بايدك؟ جربها هات شويه رمل واعملها بايدك وانت تاخد بالك من الفرق على طول. طب في الواقع لو انا جيت مبنى هنا اهوت مبنى هنا اهوت خمس ادوار ماشي؟ مبنى خمس ادوار بالمنظر ده. جيت مره نفذته على رمل هو نفس الرمل تمام؟ الرمل ده اهو ما عملتلوش دمج، ما عملتش دمج. فتلاقيه هبط هبوط 2 سم مثلا. طب المبنى رقم 2 المبنى اللي هو قبل ما نفذه عملت دمج. هو انا ما عملت دمج ايه اللي حصل؟ انا خرجت الهوا يا باشمهندس اصلا. طب ما خرجت الهوا معنى كده ان هو خد هبوط اصلا من الاول ما هو الدمك بيعمل ايه ركز معايا كده دلوقتي ما يبقى عندي ده سطح الارض اهوت وانا جيت هنا عملت دمك للطبقه دي دمك للطبقه دي فتلاقي هبطت شويه هبطت شويه هبطت نتيجه الاحمال بتاعت الهرسات دهيت عمل لي دمك للصويا فاما اجي احمل على الوضع رقم اتنين بقى تتوقع الهبوط هيبقى كبير ده تلاقيه هبط مثلا 3 مللي رقم صغير ليه ما هو انت اديت له شويه هبوط في في عمليه الدمك الاولانيه خد شويه هبوط خلاص نتيجه ان انت عملت دمك من اول اصلا فما تيجي تحط المبنى وهو واخد هبوط زمان فخلاص يبقى الدنيا تمام ما فيش مشكله وبالتالي تقليل هبوط التربه نتيجه وزن المنشا يبقى انا دلوقتي اما احط مبنى على ارض مدموكه فعلا يعني الهواء خرجت منه كميه كبيره قوي قبل كده فما يحصلش هبوط كبير للمبنى الجديد. النقطه رقم ثلاثه بيقول لك ديكريز كوفيشنت اوف بريمابيلتي تقليل معامل نفاذيه التربه. مش يا باشمهندس الميه بتسري خلال الفراغات، الميه كانت بتمشي في الفراغات، فاكر لما كنا بنقول الصويله هيت. فالميه بتمشي في الفراغات طب انا لما اقلل الفراغات اخلي السؤال قريبه كلها من بعض الميه هتلاقي صعوبه في الحركه هتلاقي صعوبه في الحركه فيقلل لي معامل النفاذيه اللي كنا بنقول عليه الكي فاكر الكي معامل النفاذيه يبقى انا قللت فراغات بتاعتي فالميه مش عارفه تمشي تروح فين فبالتالي معامل النفاذيه يقل طيب عشان ما نطولش طب ايه المين ابلكيشنز اهم التطبيقات ولازم تفرق بين السؤالين في حاجه اسمها المين جولز اهم الاهداف اما المين ابلكيشنز ده اهم تطبيقات تطبيقاتها في الواقع ايه تطبيقاتها في الواقع ايه قال لك امبروف بروبرتس اوف شال ويك سويل تحسين خواص التربه الضعيفه السطحيه ازاي قال لك ايه يا باشمهندس لو انا عندي تربه سطحيه اهي يعني على سطح الارض ده الجراوند ليفل لو عندي تربه هنا اسمها سوفت كلي طين لين او لوز ساند رمل سايب سجل لو انت عاوز تكتب بالعربي سوفت ليه؟ طين لين او لوز ساند رمل سايب مش كثيف سايب فقال لك ايه انا ممكن احسن الخواص ده هي؟ مش دي تربه سطحيه طب ما نعمل لها دمك اعمل لها دم خرج لي اللي فيها طيب هعمل دمك للتربه السطحيه خد بالك ان ده ابلكيشن ده تطبيق طب بس قال لك خد بالك من حاجه عشان ده سؤال ام سي كيو مهم قال لك يا باشمهندس لو الطبقه السطحيه ده اهي مش ده جراوند ليفل لو الطبقه السطحيه ده اهي من 40 ل 50 سم بس طبقه صغيره يعني ده لوز ساند رمل سايب وتحته وليكن دينس ساند رمل كثيف يبقى لو الطبقه السطحيه الضعيفه الطبقه السطحيه الضعيفه من 40 ل 50 سم طبقه صغيره قال لك انا ممكن امشي الهراسات على طول يبقى لو سمك الطبقه السطحيه الصغير صغير مشي الهراسات على طول يا عم مشي الهراسات على طول تعالى هنا مشي لي الهراسات هنا كده وخلاص حمل مفيش مشاكل طب افرض ان سمك الطبقه ده هي. كبير يعني مثلا 2 متر يعني بص كده عندي نهوت لوز ساند رمل سايب 2 متر قال لك هتعمل ايه لو سمك الطبقه السطحيه اكبر من خمسين سنتي رقم اكبر من خمسين سنتي. قال لك هنشيل الطبقه بالكامل بص انا هعمل ايه عملت انا ايه حفرت حفرت الطبقة بالكامل حفرة اهو طب بعد كده اعمل ايه؟ قال لك ونرجع نعيدها مرة أخرى على طبقات ازاي؟ مش ده اللوز ساند اهو؟ قمت أنا مخرجه بره لوز ساند ده الرمل بتاع اللي أنا حفرته ماشي؟ تعالى نرجعه تاني بس لما ارجعه تاني هرجعه على طبقات طبقة اهي سمك كل طبقة 25 سم بس طبقه رقم واحد وبعدين اعمل لها دمج يبقى انا احط الطبقه وادمجها تعال خلص وحط طبقه كمان واعمل لها دمج وحط طبقه كمان واعمل لها دمج يبقى انا لما باجي ارجع اما اجي ارجع الصويل مره تانية ما احطوش مره ما احطش الاثنين متر كلهم مره واحده لا هحط 25 سم ودمك يا عم كمان 25 ودمك 25 كمان ودمك يبقى انا احط على طبقات وكل طبقه اديها دمك كويس بالهرسات بتاعتي طيب ايه تاني قال لك يا باشمهندس امبروف ذا بيرينج كاباستي اوف شالو بروبلماتيك سويلز تحسين قدره تحمل انواع التربه ذات المشاكل التربة ذات المشاكل، قال لك لو انت عندك سوفت كلاي بيتقال عليه تربة ذات مشاكل. يعني تربة تعمل لك مشكلات لو اسست عليها. أو زي التربة العضوية. أو حاجات تانية حاجة اسمها تربة انتفاشية أو تربة انهيارية. دي أنواع تربة ذات مشاكل. طب أنا إيه اللي يهمني؟ إزاي إزاي لو أنا عندي تربة لو أنا عندي تربة هنا أهو تربة عضوية. تربه عضويه اعمل ايه اتصرف ازاي لو عندي تربه عضويه اعمل ايه يا باشمهندس قال لك تعالى عن طريق ازاله هذه التربه واستبدالها بتربه صالحه التاسيس يتم وضعها على طبقات برضو طيب سيبك من النظري بص يا باشمهندس انا عندي دلوقتي طين لين سوفت كلاي او تربه عضويه ماشي هتصرف ازاي قال لك ايه رايك إن اشيل التربه دي اصلا شيلها شيلها خالص اعملها ازاله واحط مكانها تربه صالحه للتاسيس يعني انا لو عندي وليكن تربه عضويه سمكها 4 متر هحفر ده كله وارميه هحفر التربه العضويه وارميها واجيب تربه ثانيه اروح اشتري تربه ثانيه واحطها مكانها طب ده اسمه ايه؟ اسمه تربة إحلال وأكيد أنت سمعت الكلمة دي قبل كده كتير قوي يبقى تربة إحلال دي تربة أنا جبتها علشان كان عندي في تربة فيها مشكلة فخدتها رميتها وجبت تربة تانية طب تربة الإحلال دي ملهاش شروط لا ليها شروط إيه هي قال لك بتكون تربة خشنة رمل أو زلط رمل أو زلط نسبة المواد الناعمة فيها ما تتعداش في ال 10% يبقى انا ركز ان هو رمل او زلط يجي يسال ام سي كيو يقول لك ان هو التربة بتاعت الاحلال دهيت طين مثلا او سلت والسؤال ما بيجيش كده بيجي بطريقة ثانية بس بيكون بنفس المعنى تقول لا غلط هو تربة خشنة رمل او زلط يا باشا اتفضل هي التربة العضوية دي اللي هي ايه اصلا؟ التربه العضويه بيكون فيها نا... بيكون فيها مواد عضويه زي زي الحاجات اللي بتحلل شوف مثلا لما يبقى عندك جذور نباتات متحلله بتخلي التربه ضعيفه ما بتنفعش خالص يعني لا اما تأس... على اما انت على تر على احد انواع التربه دي بيعمل لك مشكله يعني يعني مثلا لو انا على سوفت كلي على سوفت كلي ماشي هتلاقي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي هتلاقي الهبوط ده اهو كبير المبنى هبوطه كبير قوي نفس الكلام في التربه العضويه التربه الانتفاشيه ببساطه خالص عشان برضو ما يبقاش الموضوع تقيل عليك ببساطه خالص لو انت عندك تربه انتفاشيه ماشي وجيت اسست عليها مش هيحصل حاجه امال هي المشكله هتحصل امتى؟ لو لو كان عندي منسوب ميه جوفيه ورا كده تحت كده والميه الجوفيه دي طلعت لفوق او جالها ميه من اي حته حصل مثلا تصريف في خط الصرف حصل مشكله المهم ان هي جالها ميه اما يجي لها ميه بتنتفش حجمها بيكبر فبيعمل لك مشاكل في المبنى التربه نفسها بتنتفش حجمها بيكبر بتزق لك المبنى لفوق ويبدا المبنى يشرخ ويحصل فيه مشاكل طب الانهياريه العكس اما بيجي لها ميه بتنكمش كل حاجه ليها حاجه وليها مشكله فدي انواع بس التربه وانت برضو قدام هتاخد الكلام ده انا بحاول افتح لك الدنيا يعني انت بتنتفش تنتفش ريه بتنكمش لما يعني بيوصلهم ميه نرجع لموضوعنا يبقى انا عندي تربه فيها مشكله عموما هي فيها مشكله هشيلها واجيب تربه تانية تربه احلال طب صورتها خشنه رمل او زلط طب ايه الحاجه التانية تكون خاليه من المواد العضويه وجذور النباتات ما انا مش هروح اشيل التربه العضويه واجيب مكانها تربه عضويه طب ليه خاليه من جذور النباتات وهي النباتات ده هيت هتتحلل قدام كمان كام سنه وهتبقى تربه عضويه تاني يبقى احنا بنلف حوالين نفسنا طب ايه تاني قال لك اما اجي نفذها لي على طبقات سمك كل طبق 25 سم يعني مثلا انا حفرت اهو عملت ازاله هحط طبقه اولانيه وهعمل دمج دي سمكها 25 سم 25 سم اعمل لها دمج طبق كمان واعمل لها دمج طبقه كمان واعمل لها دمج يبقى انا بدمك على طبقات وكمل بقى لحد ما توصل للمنسوب اللي انت عايزه وهكذا 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 طيب طيب اقول لك معلومه كويسه أوي افضل انواع تربه الاحلال ماشي هي جرافل لساند يعني زلط لرمل اتنين لواحد يعني هجيب عربيتين زلط وعربيه رمل واقلبهم على بعض وتبقى دي تربه احلال بس انا كاتب لك ايه في حاله منسوب الحفر اعلى من منسوب المياه الجوفيه في حاله منسوب الحفر اعلى من منسوب المياه الجوفيه هو ده الكلام ده اكيد الدكتور قاله في المحاضره لان ده كان في محاضراتي انا محاضره ممكن تكون الدكتور قالها بس مش مش في المحاضره يبقى انا لو انا عندي بص كده بص كده ركز معايا انا حفرت اهو ومنسوب المياه الجوفيه تحت يبقى منسوب الحفر فوق منسوب المياه الجوفيه فوقه فاحسن نوع اقدر اعمله انفذه هنا قال لك جرافل لساند 2 ل 1 زلط اللمب 2 ل انا بعيد عن الميه طب لو في مياه في حاله وجود منسوب مياه يعني بص كده لو انا عندي ان هو ميه حفرت لقيت عندي ميه عملت نسح للميه برضه الميه, المية بتجيلي تاني لو عندي ميه هستفيد هعمل ايه قالك هنستخدم زلط رفيع زلط رفيع جيد التدرج زلط رفيع لو هو الصغير ده جيد التدرج متدرج يعني يبقى انا عندي منسوب ميه هستخدم زلط بس زلط متدرج انت عارف لو انت استخدمت جرافل وساند يعني عملت خليط من الرمل والزلط ماشي إيه اللي هيحصل الميه هتفصلهم يعني ايه الزلط هينزل لتحت والرمل هيبقى فوق الزلط لتحت والرمل فوق طب حطيت لو حطيت الرمل لوحده الرمل مع الميه هيحصل له انتفاش فده برضو حل وحش يبقى لو عندي منسوب ميه جوفيه عالي هستخدم زلط رفيع جيد التدرج مستدرج لان الرمل مع الزلط هينفصلوا عن بعض طب الرمل لوحده هينتفش. طب نخش على اللي بعده. قال لك ريزينج ذا فاونديشن ليفل فلو ليفل سايتس رافع منسوب التاسيس للمواقع ذات منسوب تاسيس منخفض. هنعمل يعني ايه؟ ركز معايا. يعني ايه الكلام ده هو؟ يعني يا باشمهندس رافع منسوب التاسيس معناها ايه؟ على سبيل المثال ده منسوب الشارع. وانت عندك هتاسس في حته على عمق 4 متر. أو خليها أقول 5 متر عشان تبقى أوضح، 5 متر. فتخيل إنك أنت هتعمل أساس هنا كده، أساس أهو، وأطلع عمود لحد لحد منسوب الشارع كده، ويبقى ده الدور الأولاني. طب العمود ده طوله قد إيه؟ 4 متر ونص. يعني أنا عشان أوصل لمنسوب الشارع، عملت عمود 4 متر ونص. ده العمود ده هيطلع لونج كولوم زي ما بتصمم في الخرسانه عمود كبير هيطلع عمود لونج مش شورت فهيكلفك فلوس كتير قوي تلاقي الاعمده كلها بتطلع قطاعاتها كبيره طب ايه رايك اما نرفع منسوب التاسيس يعني هنفذ طبقات 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 واجي ان هو واقوم راح منفذ الاساس بتاعي يبقى انا رفعت منسوب التاسيس حطيت طبقات سمك كل طبقه 25 سم وبالتالي رفعت المنسوب لفوق فيبقى العمود 3 متر تبقى الدنيا كويسه والعمود ما يبقاش عمود لونج وبيكلفني فلوس كتير قوي يبقى انا طلعت لفوق يبقى برضو من ضمن الابلكيشنز المهمه طب الحاجه اللي بعدها عشان برضو ما نطولش كونستراكشن اوف earth دامز تاسيس السدود الترابيه قال لك بيبقى عندي سد سد زي اي سد بس بيكون سد ترابي ده سويل فبيحجز لي الميه وراه وتعمل بحيره وراك. سد ترابي ده برضه بيتنفذ على طبقات سمك كل طبقه 25 سم تقعد بقى تحط طبقات 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 طبقات. طب انا هستفيد منه في ايه؟ هيجيلك لك سؤال شفوي سؤال شفوي السؤال قدامي قبل كده هتستفيد ايه من الدمج في حاله السدود الترابيه؟ والله ببساطه خالص هيقلل لي النفاذيه مش انا دمجت جسم السد فالميه ما تعديش من هنا بسهوله. الميه ما تعديش من جسم السد بسهوله قلل النفاذيه بتاع السد وزود اتزان الميل مش ميل السد ده اهو هيبقى ميل ثابت متزن طب الحاجه الاخيره قال لك كونستراكشن اوف نيو والريلويز والايربورتس تاسيس الطرق بقى والريلوي والكلام ده اهو مش أنا طبقات الطريق وعمالة الرصف الايام ديت شغاله في كل البلاد هتلاقيه بيعمل كل طبقه ويدمكها كل طبقه ويدمكها عشان تتحمل احمال السيارات وفي المطارات عشان تتحمل اصطدام الطياره طياره, طيارة بتخبط في السويل بتخبط في الارض على طول او في الرصيف فالخبطه ديت لو مفيش دمك كويس للتربه هيعمل لي مشاكل نفس الكلام في الطرق عشان وزن العربيه تقيل عشان ما تهبطش حد يا جماعه عنده مشكله في السلايد دي نظره طويل شويه بس احنا ايه احنا قلنا عشان نغطي كل الافكار وكل اسئله الام سي كيو لازم نكون فاهمين كويس حد يا جماعه عنده مشاكل؟ تمام يا هندسه طيب تعالى بقى نتكلم في الفكره العامه للموضوع وركز معايا قوي. ايه الفكره العامه من الدرس اللي احنا هندرسه؟ قال لك بص بقى قال لك احنا بنحدد حاجه اسمها الكثافه الجافه في الموقع بعد الدمج. يعني انا هروح اعمل الموقع بتاعي اهو هعمل هنا دمج. ماشي؟ على طبقات سمك كل طبقه 25 سم ودمك كل طبقه بعد ما بخلص دمك بحدد حاجه اسمها الكثافه الجافه في الموقع ودي بيتقال عليها جاما دراي فيلد الكثافه الجافه في الموقع وحدد حاجه اسمها اقصى كثافه جافه للتربه في المعمل جاما دراي ماكسيموم أقصى كثافة جافة في المعمل. وقارنهم ببعض في مقارنة بتحصل. يبقى أنا عندي حاجة في المعمل وحاجة في الموقع. تعال نشوف. بص كده. قال لك يتم أخذ عينة من الموقع ونقلها لمعمل ميكانيكا التربة والأساسات لتحديد أقصى كثافة جافة جاما دراي ماكسيموم. ده الموقع بتاعي أهو، الموقع أنا هاجي هنا هاخد عينه هاخد عينه واوديها المعمل ماشي يبقى انا خدت عينه قبل ما ادمك خدت عينه وديتها المعمل طب هعمل ايه قال لك بنحدد حاجه اسمها الجمد دراي ماكسيمم باستخدام تجارب معمليه ايه التجارب اللي انا بستخدمها قال لك حاجه اسمها ستاندرد بروكتور تيست اختبار بروكتور القياسي ده الراجل اللي عمل الاختبار اسمه بروكتور او اختبار اسمه موديفايد بروكتور تيست اختبار بروكتور المعدل موديفايد قال لك لو يا باشمهندس لو انت عملت الكلام ده هوت هتحدد لي اقصى كثافه جافه ممكنه وتحدد حاجه اسمها المحتوى المائي الامثل لدمك التربه اوبتيمم ووتر كونتنت انا عملت ايه تاني ببساطه خالص انا خدت عينه من الموقع خدت عينه من الموقع وخدتها في كيس ورحت بيها المعمل عملت عليها اختبار اسمه اختبار بروكتور الاختبار ده وطلعت طلعت منه بحاجتين جامد دراي ماكسيمم واوبتيمم ووتر كونتنت ايه ده ايه المحتوى المائي الامثل ده هو يا باشمهندس اللي بيضمك وركز في كلامي اللي بيضمك ده بيروح ال بيروح الهراس كده مرة واحدة الهراس يقولك يلا تعالى نطبق لأ ده احنا بنرش مية الأول لازم الأول بنعمل بنغمر الموقع بنعمل غمر للموقع بالمية بتلاقي عربيات كده ماشية عربيات رش ماشية بترشلك مية على الطريق الأول وبعد كده يبقى يجي الهراس يدمج يبقى في ميه الاول. طب هي الميه دي بحط اي كميه وخلاص؟ لا ده قال لك ان في كميه ميه معينه اما تحطها يدي لك احسن دمج. يعني انا احط 10% ميه ولا احط 12 ولا احط 8 ولا احط 7 ولا احط 6 ولا احط كام؟ فالراجل اسمه بروكتور قال لك يا عم اعمل التجربه هتجيب المحتوى الميه الامثل طلع 10% مثلا يبقى انا لو حطيت 10% ميه ركز في كلامي لو حطيت 10% ميه ودمجت ده هيدي لك دمك كويس قوي يبقى انا اللي عملت ايه يا باشمهندس انا خدت عينه المعمل عملت عليها اختبار بروكتور فعرفت من بروكتور ان انا لما احط 10% ميه وادمك الدنيا هتبقى حلوه. يبقى انا دلوقتي عندي ميه 10% هو ده اللي هيديني الدمك كويس اه. طب اعمل ايه؟ تعال نروح الموقع بقى. قال لك يتم غمر الموقع بالكامل بالمحتوى المائي الامثل. شايف ال 10% ده هم؟ تعالى حطهم في الموقع 10% روح اهو عربيات الرش عربيات الرش غمر للموقع غمر للموقع بالميه واستنى 24 ساعه عشان الميه تنتشر طب بعد كده يبقى انا حددت المحتوى الميه من المعمل قال لك ان 10% ده ده احسن حاجه ورحت الموقع اغمر 10% اغمر واستنى 24 ساعه وتعالى مشي الهرسات يتم يعني عمل دمك في الموقع باستخدام هرسات ميكانيكيه طب الهرسات دي ليها انواع هترجع للمحاضره تبص عليها على حسب نوع التربه فيها الراس ده كلام نظري قوي نوع التربه معاك اسم الهراس نوع التربه اسم الهراس نوع التربه نوع الهراس كده فده خلاص هتبص عليه من المحاضره يبقى يا باشمهندس بكل بساطه بكل بساطه انا خدت العينه المعمل عملت عليها اختبار اسمه بروكتور البروكتور قال لك انك انت لو حطيت 10% ميه ده هيديني احسن دمك ممكن رحت الموقع غمرت الموقع ب 10% ميه مشيتها رصدت مشيتها رصدت فاداني احسن دمك طيب طب يا باش مهندس انت بتقول لي ان 10% ده هي؟, هي دي احسن حاجة وما تمشي الهرصات خلاص الموقع بقى 100 100 طب اسألك سؤال هو انت واثق في المقاول الهراس دخل المفروض يمشي اربع خمس ساعات هو جابه ساعتين ووفر فلوس الميه اللي اتحطت كانت كتير قوي عشان يسهل الدنيا فانا مش واثق فيه اصلا فلازم اراجع وراه اتاكد ان الشغل اتعمل صح في خطا حصل بدون قصد مش شرط المقاول ما يكونش سليم ممكن المقاول يكون كويس والشغل كويس بس في خطا حصل بدون قصد فاحنا ازاي هنتاكد من ان المقاول عمل شغله صح قال لك باستخدام تجارب موقعيه نحدد من منها الجمد راي في الفيلد في المعم في الموقع بقى عشان إنت عرفت في المعمل الدنيا عاملة إيه؟ تعال نشوف الموقع بقى. قال لك عندنا اختبارين، اختبار اسمه الساند كون تيست لكل أنواع التربة، واختبار اسمه الكور قطر تيست. ساند كون تيست اختبار مخروط الرمل، كور قطر تيست اختبار القاطع، وده للتربة المتماسكة. يبقى أنا عندي نوعين من الاختبارات بستخدمهم في الموقع. ليه يا باشمهندس؟ علشان أتأكد إن شغل المقاول صح. يبقى انا دلوقتي حددت الجمد راي في المعمل وحددتها في الموقع مثلا دي طلعت بواحد وتسعه من عشره طن على متر مكعب ودي طلعت واحد وتمنيه من عشره طن على متر مكعب هل أعتبر الرقم ده مقبول؟ رقم الموقع ده مقبول ولا لأ؟ مقبول بالنسبة لي ولا لأ؟ فقال لك عشان تعرف هو مقبول ولا لأ بنحسب حاجة اسمها الدمك النسبي، كفاءة الدمك. بالإنجليزي اسمها الـ Relative أو الـ Efficiency. لازم تكون عارف المصطلحات بالإنجليزي لأن الإمتحان بيجي إنجليزي. Relative كومباكشن أو الـ Efficiency، الدمك النسبي، كفاءة الدمك. قال لك هنعمل إيه؟ لازم تكون الغمض راي في الفيلد ده اهي اللي هي واحد وثمانية من عشرة على الجاما دراي ماكس بتاعت المعمل اللي هي واحد وتسعة لازم تكون اكبر من او يساوي خمسة وتسعين في المية ده الكود بيقول كده لو هي اكبر من او يساوي خمسة وتسعين في المية يبقى اقول لك ان هي مقبولة مقبولة الدمك اللي انا عملته مقبول طب لو هي طلعت ب 90% اقول له لا يا عم استنى روح ادمج تاني يبقى تاني ببساطه تاني احنا بنعمل ايه يا باشمهندس؟ انا بعمل تجربه في المعمل بجيب منها الجمد راي ماكسيموم في المعمل وبعمل تجربه في الموقع بجيب منها جمد راي فيلد في الموقع واقارن الاثنين في ببعض علشان احكم على الدمك اللي اتعمل في الموقع هل هو مقبول نكمل شغل ولا استنى لي تاني فعندي نوعين من التجارب تجارب معمل وتجارب موقع المعمل اسمها ستاندرد بروكتور او موديفايد بروكتور الموقع اسمها ساند كون وكور قطر وده موضوع السكشن الجاي هل يا جماعه حد عنده مشكله في الكلام ده تمام يا هندسه تاني يا جماعه برضو تاني تطبيق المسائل مش هيبقى صعب تطبيق المسائل مش صعب بس احنا قلنا ان احنا بنغطي افكار ام سي كيو وافكار شفوي واسئله شفوي ومسائل بنغطي كل حاجه فالموضوع ممكن يكون ممل شويه بس برضو في الاول وفي الاخر انا عاوزك تتعلم الموضوع مش عشان امتحان والله الموضوع ده في غايه الاهميه الموضوع اللي قدامك ده مهم جدا طيب طب احنا دورنا دلوقتي ايه تعالى نتكلم بقى على التجارب المعمليه تعالى يعني نتكلم على ستاندرد بروكتور. هو الستاندرد بروكتور بيعمل ايه؟ ده بيقول الكثافه الجافه في المعمل بكام؟ اكبر كثافه ممكنه دي بكام؟ وبيقول لي المحتوى المية الامثل اللي تضمد بيه التربه. طيب اختبار بروكتور القياسي ستاندرد بروكتور تيست. ايه ادوات الاختبار؟ قال لك هو اختبار معملي، الغرض منه حدد منه حاجتين. الجمد راي والاوبتيمم ووتر كونتنت المحتوى الرطوبه الامثل او محتوى الميه الامثل، احسن محتوى ميه احطه. طب ادوات التجربه ايه؟ قال لك حاجتين إيه. قالب قياسي معلوم الحجم مزود باكستنشن قالب بالمنظر ده والحته اللي فوق ده هيت دي حته زياده اسمها اكستنشن زياده تزويده. وهقولك لك دورها ايه دلوقتي؟ يبقى انا عندي قالب وحجمه في مولد ده. معلوم ايه تاني؟ قال لك مطرقه بوزن 2.5 كيلو جرام تسقط من ارتفاع ونص سم قمر بالمنظر ده قمر وزنها 2.5 كيلو جرام طب بص انا هقطع فيها كده عشان تبان هو ده هو ده قال لك ال ال الوزن اللي تحت ده هي. الحته ده اهي وزنها 2.5 كيلو جرام خد بالك، إيه اللي هيحصل؟ شايف الدراع ده أهو؟ هنرفعه لفوق، هنرفعه لفوق، ونسيبه ينزل تحت تأثير وزنه. إرفع لفوق وسيبه، فينزل يخبط في الصويل. طب هتبان أكتر دلوقتي. يبقى أنا عندي حاجتين، قالب وحجمه معروف، الجزء اللي تحت هو ده المولد، القالب. طب الحتة اللي فوق تزويده تاني حاجة مطرقة وزنها 2 كيلو ونص. طيب. تعال نشوف الخطوات عشان تبقى الدنيا واضحة. بص بقى هنعمل إيه؟ ركز معايا. الخطوة الأولانية. قال لك هتم إحضار عينة من التربة الطبيعية وزنها 5 كيلو جرام. الموقع بتاعي، فاكر الموقع؟ فاكر الشوية اللي هناخدهم؟ خدهم وروح وروح بيهم المعمل. يبقى الخطوة الأولانية رحت خدت 5 كيلو جرام من الم... من الموقع خدتهم رحت بيهم المعمل ركز في الخطوات ادي الحبة اللي انا خدتهم الخطوة رقم اتنين قال لي خد الخمسة كيلو دخلهم الفرن لمدة 24 ساعة حتى تكون جافة تماما يبقى انا جبت خمسة كيلو من الموقع قمت مدخلهم الفرن 24 ساعة يوم فالعينة بقت جافة الخمسة كيلو اللي معايا بقوا جافين طيب الخطوة رقم ثلاثة قال لك نقوم بإضافة المية إلى العينة وإن المية ده هي نسبة من وزن العينة الجافة قالك لك تعالى هنزود مية هو بيتم إزاي؟ بنحط مية الأول وبعدين ندمك فقال لك تعالى زود لي هنا مية ووتر كونتنت وقلب طب المية دي يا باشمهندس قد ايه؟ احط ميه قد ايه؟ احط نص كيلو؟ يعني نص لتر؟ ولا احط لتر؟ ولا احط لتر ونص؟ احط قد ايه؟ قال لك بص والله لو هو كورس جريند سويل يعني ساند او جرافل هنحط 3 ل 5% ايه بقى الكلام ده اهو؟ يعني مثلا انا عاوز ازود ميه 5% فاقول 5 على 100 اللي هي 5% في المية هو الصويل دي قد ايه؟ مش دول كانوا 5 كيلو؟ 5 كيلو جرام؟ 5 على 100 في 5 كيلو جرام. يديني وزن الميه اللي انا احطه. يبقى انا بزود ميه نسبه من وزن العينه الجافه. 5 على 100 في 5 كيلو يدي لك الايه؟ الوزن الميه اللي انت عايز تحطه. طيب لو هو فاين جريند يعني كلاي او سلت بتحط من 8 ل 10% اروح برده لل5 كيلو احط وليكن 8% يبقى 8% مضروب في 5 كيلو يديلك وزن المي يبقى الووتر كونتنت دهو نسبه من وزن العينه الجافه اللي هم ال5 كيلو او تعديل صغير بس نسبه وزن العينه الجافه يعني من من وزنها بعد ما تخرج من الفرن يبقى انا عملت ايه يا باشمهندس تاني برضو نوضح الحته دي تاني انا جبت 5 كيلو من الموقع وبعدين 5 كيلو اهو 5 كيلو وبتمدخلهم الفرن فبعد ما خرجوا من الفرن بقول لكم من 4.8 كيلو جرام وما فيه ما في شويه ميه اتبخروا فهي عينة رمل مثلا فاقول لك تعالى نحط 5% 5% ميه يبقى 5% في 4 و8 من 10 وزن العينه الجافه يدي لك وزن الميه اللي المفروض تحطها. يبقى الخطوه رقم ثلاثه ده اهي هحسب وزن الميه واحط على السويل ميه اهي ووتر واقلب. قلب كويس قلب كويس قوي يبقى انا جبت العينه من الموقع دخلتها الفرن وبعدين حطيت عليها نسبه ميه بالخطوات الخطوات اللي انا عملتها طب الخطوه رقم اربعه قال لك تعالى اوزن القالب وهو فارغ شايف القالب ده اهو هنوزنه القالب ده هنوزنه بس خد بالك اوزنه من غير الاكستنشن ما توزنش الاكستنشن دي انا قلت لك ان اللي تحت ده اهي هو ده المولد بتاعي طب اللي فوق تزويده هقول لك دورها دلوقتي. يبقى انا معايا وزن القالب وهو فاضي، ومعايا حجمه وهو فاضي، هو حجمه كده عموما ثابت، يبقى معايا حجم القالب ومعايا وزنه وهو فاضي. تاني انا عملت ايه؟ انا جبت عينه من الطبيعه، دخلتها الفرن، وبعدين زودت عليها كميه ميه معينه حسب نوع التربه، وقلبت كويس. وزنت القالب وهو فاضي وتعالى نشتغل قال لك تضع التربه الرطبه هي ليه الرطبه مش انا يا باشمهندس قلبت عليها ميه بقول عليها التربه الرطبه في القالب القياسي في المولد ده اهو على ثلاث طبقات ويتم دمك كل طبقه على حده 25 ضربه من المطرقه الساقطه بارتفاع 30.5 ايه الكلام ده اهو بص كده ده القالب بتاعي القالب بتاعي هحط طبقه اجيب الصويل دهيت ده احط طبقه هنا طب الخطوه اللي بعدها اقوم جايب المطرقه بتاعتي المطرقه بتاعتي المطرقه بتاعتي دهيت ده ارفعها لفوق واسيبها تنزل تحت تسير وزنها يعني بس تبقى تنزل وتخبط لي هنا وهنا, وهنا 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 يعني لو انت بتبص كبلان هتلاقي بيعمل لك خبطه هنا, 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 هنا وخبطه هنا وخبطه هنا وخبطه هنا وخبطه هنا وخبطه في النص وخبطه في الجنب وخبطه في كل حته يبقى انا بطلع المطرقه فتخبط لي الطبقه طب بنضرب كام ضربه 25 ضربه المطرقه بتطلع 30 ونص تنزل تخبط في الطبقه بتاعتي يبقى انا حطيت طبقه في القالب وقمت ضارب بالمطرقة 25 ضربة. طب دي الطبقة الأولانية. زود طبقة كمان. وتعالى بالمطرقة واضرب كمان 25 ضربة، اضرب هنا 25 ضربة. وتعالى حط الطبقة التالتة واضرب 25 ضربة. يبقى يا باشمهندس القالب بالاكستنشن ده اهو اتملأ على ثلاث مرات. حطيت مرة وضربت 25 حط كمان مرة واضرب 25 حط كمان مرة واضرب 25 تاني جبت عينة من الموقع دخلتها الفرن حطيت عليها نسبة مية وقلبت نسبة مية قلب يا عم قلب قلب وخلاص تعالى نروح للقالب معايا وزن وهو فاضي حط طبقة وادمكها 25 مرة طبقة كمان 25 ضربة طبقة كمان 25 ضربة تعالى كده أنا هنا أهو رحت للقالب اهو وحطيت سويل اهو طبقه خد بالك دي عينه رطبه يعني فيها السويل عليها ميه طيب وقمت الطبقه دي دمجتها ودمجت الثانيه ودمجت الثالثه يعني بص ده وصل للطبقه الثالثه اهوت وهو دمك عمال يدمك ال25 ضربه بتوعه يرفع المطرقه تنزل ترفع مطرقه تنزل تضغط طب هو ايه دور الاكستنشن؟ دور الاكستنشن ايه يا باشمهندس؟ بص بقى مش انا هنا مركب الاكستنشن اهو التزويده راكبه التزويده اهي بعد ما بخلص هشيلها هشيل التزويده هشيل التزويده وهم راح مسوي السطح مسوي السطح يعني الحته الزياده اشيلها برضو يعني القالب الجزء اللي تحت يكون مليان على وشه بس قالب مليان على وشه بشيل التزويده بسكينه كده طب الخطوه اللي بعد كده قال لك اوزن لي القالب والعينه جواه بص بقى الوضع النهائي هي الصويل فين على وش القالب بالظبط انا ما كانش هعرف اوصل للشكل ده من غير التزويده التزويده دي عباره عن حاجه مساعده طب اوزن القالب. اما اوزن الوضع الاخير بقى دلوقتي معايا ده بيمولد زائد الصيل وزن القالب بالصيل اللي جواه. يبقى احنا عملنا ايه يا باشمهندس؟ احنا القالب بالتزويده ملناه بس على ثلاث مرات، كل مره بدمج 25 ضربه. طب خلصت؟ شيل الاكستنشن، شيل التزويده. وسوى السطح، سوي السطح. ووزن بقى معايا دلوقتي ده بيمولد زائد الصيل طب يا باشمهندس، مش أنت معاك ده بيمولد فاضي؟ أنا معايا وزن القالب فاضي. فلو قلت دلوقتي ده بيمولد زائد الصيل وزن القالب بالتربة اللي جواه. لو طرحت منه ده بيمولد فاضي، يديلك ده بيصويل. معايا وزن القالب بالصيل اللي جواه اطرح منه وزن القالب هو فاضي فيديني فيديني ايه؟ وزن الصويل بس. طب لو عاوز اجيب الجامة هي الجامة توتال بيساوي ايه؟ مش الجامة بتساوي دبليو على فوليوم وزن على حجم. طب الوزن الصويل عبارة عن ايه؟ والله وزن الصويل عبارة عن دبليو مول زائد الصويل وزن القالب وجواه التربه اطرح منه وزن القالب فاضي فيديني فوق دبليو سويل دبليو سويل في المقام على الحجم حجم القالب في مولد معلوم من البدايه يبقى انا كده جبت الجاما توتال عملت ايه تاني ببساطه اول حاجه رحت عملتها جبت عينه من الطبيعه دخلتها الفرن تعالى نزود عليها كمية مية. طب بزود كمية مية ازاي؟ شوف انت شغال على ايه؟ شغال مثلا كلي حط 10% مثلا حط 10% قلب 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 تعالى بقى نروح للقلب الاكستنشن حط طبقة ادمج حط طبقة ادمج حط طبقة أخيرة وادمج شيل الاكستنشن سوي السطح فنوصل للخطوه رقم 6 اهي اوزن الوضع النهائي بقى معايا وزن القالب بالصيل جواه طب اطرح وزن القالب فاضي فتحصل على وزن الصويل طب وزن الصويل على حجم القالب هو حجم القالب هو نفسه حجم الصويل اجيب من هنا الجاما توتال طب انا عاوز الجاما توتال قال لك لا ده انا عاوز حاجه اسمها الجاما دراي طب في قانون اما تحفظ زي الجاما دراي بيساوي الجامه توتال او الجما بالك هي على واحد زائد ووتر كونتنت ده حفظ قانون من سنه ثانيه جامه دراي بتساوي جاما توتال على واحد زائد ووتر كونتنت انا معايا الجاما توتال هنسال سؤال هو انا عارف الوتر كونتنت حد يقول لي انا عارف الوتر كونتنت يا جماعه مش هو على حسب التربه ايوه نسبه أيوة العينه تمام انت بتقول ان انت مثلا كنت شغال كلي فكنت في 10% صح ده اللي انت بتقوله بس خد بالك من حاجه انت فاكر انك انت عارف الوتر كونتنت عشان تضيفته من البدايه فانت عارفه بس والله الكلام ده مش حقيقي. ال 10% دي لو حوط لو عوضت بيها هنا هيبقى غلط. ليه؟ بص كده هو انا عملت ايه؟ مش انا حطيت ميه على على الصيل وهي جافه؟ اه قعدت اقلب 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 وسبتها شويه الميه عماله تتبخر وانت مش حاسس. طب ايه كمان؟ فهنا قعدنا نخبط 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 كل ده بيخلي محتوى بيخلي الميه اللي انت حطيتها ما تبقاش 10 تبقى 9 و7 تبقى 9 و8 تبقى 9 و6 فاهمني بتقل شويه الميه بتتبخر من تقليبك من التقليب من الخطا انت مثلا غلطت وانت بتوزن الميه وانت بتحط الميه حصل في يعني حصل في شويه ميه هربوا شويه ميه وقعوا حصل حاجه المحتوى ما اتغير الدمك اللي بيحصل ده كل ده بيغير لي محتوى الميه ما بيطلعش 10% عمره اللي انت بتحطه وعن تجربه اللي انا بحطه في هنا في هنا ده اهو ما بيطلعش محتوى الميه مظبوط طب اجيب المحتوى الميه ازاي؟ شايف القالب ده يا باشمهندس القالب ده اهو هطلعه بره الحبه اللي جوه ده اهو طلعهم وهاخد منهم حته هاخد منهم حته كده حته من الصويل وحطها في علبه صغيره علبه صغيره اهي علبه صغيره وزنها قد ايه مثلا وليكن 50 جرام علبه صغيره هوزنها 50 جرام واقوم جاي كده وحطت فيها حته تربه بعد الدمك على الوضع النهائي بعد الدمك على الوضع النهائي هتحط فيها شويه سويل كده شويه صغيرين كده وبالتالي يبقى الوزن دلوقتي طلع وليكن مية وعشرين جرام ده مين ده وزن العلبة زائد الصويل الحتة اللي انا خدتها المحتوى المية في الوضع النهائي بعد الدمج دخلها الفرن اربعة وعشرين ساعة تطلع من هنا تطلع من هنا وليكن تسعين جرام وبالتالي محتوى الميه عباره عن الوتر وزن الميه على دبليو اس طب وزن الميه كام هي كانت 120 بقت 90 30 120 ناقص 90 جرام 30 على 90 اللي هو وزن العينه الجافه ده قانون المحتوى المائي W على دبليو اس اجيب محتوى الميه كام يبقى انا لازم اخد اخد جزء من العينه بعد الدمك واجيب لها محتوى ميه ما باخدش الرقم اللي انا حطه من البدايه عشان ما بيطلعش مظبوط باخد عينه صغيره وادخلها الفرن واشوف وضعها ايه اطرح الوزن قبل ناقص الوزن بعد تجيب وزن الميه اقسم على وزن العينه الجافه اللي هو الوضع رقم الوزن رقم 2 دهوت اجيب محتوى الميه قد ايه طب انا كده عملت ايه يا باشمهندس؟ انا كده جبت الجمد راي والوتر كونتنت المقابل ليه؟ ده اللي انا عملته. انت كده خلصت؟ شايف اللي احنا عملناه ده؟ هنعمله مره كمان. بس بدل ما احط عشره في الميه في البدايه احط 12% في الميه، واعيد كل ده تاني. مش انا حطيت 10% وجبت جامد دراي 1 حط 12% وهات جامد دراي 2 حط 14% وهات جامد دراي 3 حط 16% وهات جامد دراي 4 حط 18 وهات جامد دراي 5 يبقى انا عمال بزود الميه وبحسب الجامد دراي في كل حاله يبقى انا دلوقتي يا باش مهندس هعيد نفس الخطوات تاني كل اللي انا عملته ده بيتعمل خمس مرات بان انا بزود المية بزود المية واحسب جمد راي زود المية واحسب جمد راي زود المية واحسب جمد راي واروح ارسم علاقة تربط ما بين الجمد راي على المحور الرأسي والووتر كونتينت فتلاقي اللي بيحصل تلاقي النقط الووتر كونتنت ما انت بتزود الووتر كونتنت القامة دراي بيزيد اهو زودت الميه القامة دراي زاد يعني مع زياده الميه احسن اهو عمال ازود الميه الجمه بتزيد حلو قوي بس هوب مره واحده لقيت ان انا لما بزود ميه القامة قلت قلت يبقى مع زياده الميه يا باشمهندس كانت بتزيد بس لحد نقطة معينة بعدها زود مية الجامعة هتقل يعني ايه كأرقام برضه كأرقام هنقولها ازاي يعني ال في المية اداني جامعة حلوة العشرة في المية اداني جامعة كويسة او خلينا نقول ان ده واحد من عشرة ده هيبقى واحد وسبعة طب ال 12% اداني 1.8 رحت حطيت 14% لقيته بقى نزل تاني بقى واحد 67 يعني مش مع زياده الميه الجامه هتزيد لا هي هتزيد 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 هوب مره واحده لو زودت ميه الجامه هتقل يبقى انا يا باشمهندس دلوقتي وصلت ان في محتوى ميه في في, في الخمس نقط دول بيديني اعلى جامة اعلى نقطه في الكيرف بقول عليها جامة دراي ماكسيمم اقصى كثافه جافه ودي اللي عندها الـ Optimum ووتر كونتنت او الـ Optimum موجر كونتنت محتوى المائي المثالي او الامثل المحتوى المائي الامثل او محتوى الرطوبه الامثل المحتوى المائي الأمثل أو محتوى الرطوبة الأمثل يعني لما أجي أقول لك عرف محتوى المائي الأمثل هو ده المحتوى المائي الأمثل الذي يعطي أفضل قيمة للكثافة الجافة. وده أفضل محتوى مائي لدمك التربة يعني لو ده 14% فأقول لك روح الموقع ب 14% وادي بالهرسات هيدي لك أحسن دمك. طب واحد يقول لي يا باشمهندس هي ايه الارقام دي بقى؟ هي الارقام دي بتعبر عن ايه؟ والله يا باشمهندس دي ارقام استرشاديه بتبدا بيها. يعني مثلا لو انا عندي رمل رمل فممكن ان انا اجرب 4% او 3% وبعدين اجرب 5 وجرب 6 وجرب 7 وجرب 8 جرب النقط دي كلها زود 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 كده وشوف الدنيا فيها ايه بس خد بالك ان الوتر كونتنت ده ما بتحسبش ما بيتاخدش زي اللي انت حاطه لا ده انا لازم اخد له اخد حته من العينه بعد الدمج العينه بعد الدمج إنه خطوه رقم 6 دي واروح ادخلها الفرن واحسب لها ووتر كونتنت لحد دلوقتي يا جماعه حد عنده مشاكل لا تمام عندس. يا <applause> هندسه هندسه هو ايه تفسير ان الجامعه بتنزل كده طلع ايه التفسير ان الجامعه بتنزل بعد بعد فتره معينه تخليها السكشن الجاي او يعني انا لما كنت عايز اقولها السكشن ده بس قلت عشان ما تبقاش كتير خليها السكشن الجاي هفسر لك الكيرف بالتفصيل يعني بلاش ان احنا ايه ما, ما تقلقش ما تقلقش دي موجوده وسؤال مهم قوي بيسال دايما فخليها السكشن الجاي خليك بس بقى عارف ان هو بيزيد وبعد شويه بيقل السكشن الجاي هفسر لك بالظبط يعني هقول لك السبب العلمي اللي الدكتور دايما بيحب الدكتور في احمد فاروق بيقوله دايما وبيحب دايما نسمعه في الشفه فخليها دلوقتي عشان ما يبقاش برضه الدنيا ضخمه قوي يعني نشاند. يبقى احنا ببساطة عملنا يا جماعة رحنا جبنا عينة من الموقع وجففناها حطيت شوية مية طب المية حطيتها ازاي؟ أنا معايا أرقام استرشادية ليا وبعدين رحت حطيتها في القالب على طبقات حط طبق أدمق حط طبق أدمق حط طبق أدمق شيل الاكستنشن اهوت وسوي السطح سوي السطح اوزن بقى الوضع ده أهو ده الوزن القالب بالصيل اطرح منه وزن القالب لوحده اجيب وزن الصيل طب انا معايا حجم القالب هو هو نفسه حجم الصيل يبقى انا جبت الجامه توتال هنعوض نجيب الجامه دراي عاوز اجيب الوتر كونتنت هاخد حته من العينه بعد الدمك واعمل لها اختبار ووتر كونتنت في ثانيه دقيقتين أعمل بقى الكلام ده اهوت خمس مرات وارسم الكيرف اجيب منه الاوبتيمم ووتر كونتنت والاوبتيمم موجر كونتنت والجامه دراي ماكسيمم لتجربه المعمل اللي بتدي لك الجاما دراي ماكسيموم والاوبتيم ووتر كونتنت قال لك يا باشمهندس طب في سؤال نظري انا كنت بقول لك في الاول عندي تجربتين واحد اسمه ستاندرد بروكتور تيست اختبار بروكتور القياسي وحاجه اتعدلت عليها بقى موديفايد بروكتور تيست بدل ما هو اختبار قياسي عملوا منه المعدل الموديفايد بتاعه ايه فرق الستاندرد من الموديفايد سؤال نظري قال لك يا باشمهندس عدد الضربات هنقارن ما بين الاثنين ما بين الستاندرد والموديفايد عدد الضربات في الستاندرد 25 مش احنا بنحط اهوت وبندمج 25 ضربه؟ قال لك في الموديفايد 25 برضه 25 برضه مفيش فرق طيب ويت اوف هامر وزن المطرقه في الستاندرد 2 كيلو ونص في الموديفايد 4 كيلو ونص مطرقه اللي بتضرب في الستاندرد وزنها اقل في الموديفايد وزنها اكبر هايت اوف فولينج ارتفاع السقوط بص كده ارجع تاني مش هو ده هوت 30 ونص سم ارتفاع السقوط احنا قلنا بنطلعها نطلعها لفوق ونسيبها تقع تحت تاثير وزنها ارتفاع السقوط هنا 30.5 يعني هي بتقع 30 سم طب في الموديفايد قال لك لا ده ارتفاع السقوط 45 سم بص الفرق ما بين دي والمطرقه دي هي دهيت 30.5 بينما الموديفايد 45 سم ايه تاني قال لك عدد عدد الطبقات والله في الستاندرد بنحط في القالب طبقه الثانيه الثالثه ثلاث طبقات طب الموديفايد يا عم قال لك لا هنحط واحده وندمكها واحده كمان وندمكها هو نفس القالب على فكره بس بحط طبقات اقل واحده كمان وندمكها واحده كمان وندمك اخر واحده فبدل ما هما ثلاث طبقات بس واحد اتنين تلاتة لا بقوا خمسة دول الثلاث فروقات يبقى مطرقه وزنها اكبر ارتفاع سقوطها اكبر وعدد الطبقات اكتر طب ايه اللي بيحصل انت عارف ده يعمل لي ايه ده بيزود طاقه الدم يعني يا باشمهندس هو انا لما اجيب كتله كده 2.5 كيلو جرام ونفس الكتله 2.5 كيلو جرام نفس الكتلة ماشي وده على ارتفاع 30 سم وده على ارتفاع مثلا وليكن 1 متر مثلا اللي على ارتفاع 1 متر ده يديلك خبطة أكبر ان الخبطة جامدة خبطته قوية ليه؟ قال لك يا باشمهندس ان عندي حاجة اسمها طاقة الدمج طاقة الدمج بتتناسب طردي مع الارتفاع يعني كل ما بتخبط من ارتفاع عالي يدي لك دمك اعلى ما بالك بقى, بقى ده احنا بنضرب من ارتفاع اعلى وبمطرقه وزنها اعلى من ارتفاع اعلى يبقى انا بزود طاقه الدمك والمطرقه وزنها اكبر كمان فبيزود لي طاقه الدمك طب انا بعمل على ثلاث طبقات لما طب انا بعمل على خمس طبقات كل طبقه بديها بديها بعمل طبقه صغيره وادمج جامد فكل الحاجات دهيت ده هيخليني النتيجه تعلى يعني لو عايز ارسم الكيرف هتلاقي ده الستاندرد بروكتور تيست طب الموديفايد يروح فين يروح هنا كده بص بقى هنا كده الله يعني هنا هو مثلا الجاما ستاندرد وواحد وستة من عشرة تلاقي المضفايد واحد وتسعة ده الجامد راي مضفايد ووتر كونتنت مضفايد معناه ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ معناه انك انت لو عملت مودفايد هتطلع جاما عاليه. وعندي نسبه ميه اقل. يعني هحط 8% ميه يدي لك واحد من عشرة اما في الستاندرد محتاج ميه اكتر ويطلع لي جامعة اقل برضه يبقى فرق الاثنين عن بعض ايه الموديفايد بيطلع نتائج اعلى ليه لان انت مديله طاقه دمك اعلى وزن مطرقه وارتفاع سقوط اثنين وكمان خمس طبقات فبتحط طبقات صغيره وكل طبقه بتاخد دمك عالي فبتديني نتيجه عاليه واحد يقول لي يا باشمهندس وانا استفيد ايه ستاندرد ولا موديفايد اعمل ايه اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه حلو الموديفايد ده مطلع واحد وتسعة، ماشي والستاندرد مطلع وستة. فرق التجربه عن بعض تعالى كده هو انا لو بعمل مبنى عادي مبنى عادي وعملت دمك كل حاجه واروح اجيب حاجه اسمها الجمد راي في الفيلد الجمد راي في, الم... في الموقع عشان اعمل ايه عشان اقارنها بالرقم بتاع المعمل ده ده طلع واحد ونص الطبيعي ان انا اجي اقارن اقارن برقم الستاندرد ولا الموديفايد والله يا باشمهندس ده مبنى بيت يا عم فقارن بالستاندرد وخلاص منشأ عادي زي مبنى السكنية زي طريق طب لو انا بعمل مطار مطار الرصيف بتاع المطار والطيارات بتخبط الخطة بتعمل لي هنا مشاكل كبيره قوي فمحتاج القمة درايد اهي تبقى رقم كبير يبقى واحد وثمانية ولا حاجة رقم كبير فما اقارن 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 بارقام عالية مش بارقام صغيرة يبقى استخدام الموديفايد في المنشات ذات الاهميه العاليه زي المطارات وزي المواني لان الاحمال عاليه قوي فمحتاج ان انا اقارن بالموديفايد بروكتور تيست الارقام العاليه مش الارقام الصغيره ده فرق الاثنين او اهميه التجربتين عن بعض فرق الاثنين من بعض حد يا جماعه عنده مشاكل في الكلام ده ده اخر النظري حد عنده مشاكل في اي استفسار اه ده هو ايه؟ تمام ايه؟ تمام تعال نحل مثال هتلاقي الموضوع سهل تعال اقول مسألة لك ايه؟ ان ابروكتور تيست في اختبار بروكتور ذا ماكسيمم دراي دينستي الجاما دراي ماكسيمم الجاما دراي ماكسيما واحد وصفا تو بي واحد سبعة الجاما دراي واحد سبعة وتمانين. ماشي بيديها لي جاهزه الاوبتيم ووتر كونتنت او الاوبتيم موجر كونتنت بالام او بالدبليو عادي ووتر او موجر المائي او محتوى الرطوبه هي هي محتوى الماء الامثل او محتوى الرطوبه الامثل 14.5% وقال لك ان السبيسيفيك جرافيتي الجي اس 2.65 الجي اس دهيت برضه افكرك كانت بتساوي الجاما سوليدز على جاما ووتر طيب طب الراجل اللي عايز ايه قال لك عاوز ديجري دي درجه تشبع السويل مش انا حطيت ميه حطيت ميه ودمجت فالسويل دي لها درجه تشبع إس ار اس ار كانت بتساوي في ووتر حجم الميه على في توتال درجه التشبع لا هي في ووتر على في فويد معلش يا جماعه حجم الميه على حجم الفراغات طيب اجيب درجه التشبع ازاي مش انا دمكت يعني في تشبع للميه كم في الميه قال لك والله في قانون قانون حفظ حفظ تحفظه وهنحتاجه السكشن الجاي جاما ووتر في الجي اس على واحد زائد ووتر كونتنت في الجي اس على اس ار درجه التشبع يبقى الجاما راي بتساوي جاما ووتر في الجي اس على واحد زائد ووتر كونتنت في الجي اس على اس ار اعرف اعوض والله الجاما سبعة ب الجاما ووتر دايت بواحد 1 طن على المتر المكعب انا حافظ الكلام دهوت ده الجي اس ب265 تعالى عوض الووتر كونتنت بكام ب14.5% بس خد بالك اما بتيجي تعوض بتقسم ده على 100 يعني 14.5 ده هيك اقسمها على 100 يبقى بوينت 145 اضرب في الجي اس بـ 265 على اس ار يطلع لي من هنا الاس ار بوينت 92 عايز احوله بنسبه مئويه يبقى بيساوي 92.12% يبقى درجه تشبع السويل بالميه او درجه تشبع الفراغات بالميه بيساوي 92% ده قانون حفظ قانون حفظ احنا الخواص او السويل بروبرتز اللي كنا بنشرحها الترم اللي فات مش مطلوب منك انك انت تحفظ ده كله تاني هم ثلاث اربع قوانين هنحتاجهم هنا هنحفظهم بس ما تحفظليش اي حاجه تاني يا يعني هندسه معلش احنا قلنا الجي اس ده ايه؟ الجي اس دهوت كانت حاجه اسمها السبسيفيك جرافيتي اللي هو الجساءة؟ الكثافه الكثافه النسبيه كثافه نسبيه ده كان بيساوي ايه؟ بيساوي حاجه اسمها الجاما اس على الجاما ووتر الجاما ووتر اللي وزن وحده الحجوم بتاع الميه اللي هو واحد طن على المتر المكعب او عشرة كيلو نيوتن على المتر المكعب على حسب انا شغال وحدات ايه طب اس بيساوي دبليو اس على بي اس Ws اس ده هو وزن وحدة الحجوم للحبيبات الصلبة الجاما بس للحبيبات الصلبة بس بيساوي وزن الحبيبات الصلبة على حجم الحبيبات الصلبة. فاكر ما كنا بنقول إن أنا عندي الشكل المثلثي دهوت هوت عبارة عن سوليدز ووتر وإير فوزن شوية السوليدز هم وزنهم على حجمهم الوزن على الحجم يديني حاجة اسمها الجاما إس. الكلام احنا قلناه قبل كده بس انا بفكرك بيه بس انا بفكرك بيه يبقى ده الكثافه النسبيه جاما اس على جاما ووتر جاما ووتر بواحد او ب10 طب الجاما جاما اس ده بي اس على في اس وزن الحبيبات الصلبة من غير ميه من غير هواء من غير حاجه على في اس على حجمهم القانون ده حفظ هعوض فيه طب تعالى نشوف مساله ثانيه اقرا إيه معايا المساله دي بيقول لي ايه؟ اون اسامبل اوف ساند عينه رمل which will be used از ا فيل بهايند ذا ريتيننج جول بيقول لك ان هو عنده حيطه وهيحط مكان هيحط وراها رمل يعني مش مشكلتنا دلوقتي بيقول لك ايه ان هو عمل ستاندرد بروكتور تيست عمل ستاندرد بروكتور تيست وقال لك الداتا ده هو اللي حصل عليه وجاب الداتا دي الوتر كونتنت اهوت 10 12 14 16 18 20 والجاما توتال 185 199 وهكذا قال لك ايه درو ذا ريليشن بتوين ذا موجر كونتنت دراي يونت ويتس ارسم لي العلاقه ما بين الموجر كونتنت ما بين محتوى الميه والدراي يونت ويتس بص بقى انا هعمل ايه يا هو يا باشمهندس هو مديني ايه اصلا مديني الجاما توتال مش مديني الجاما دراي خد بالك مديني الجاما توتال طيب طب في قانون قلت لك هنحفظه والله الجاما دراي بيساوي الجاما توتال على واحد زائد ووتر كونتنت ماشي طب بص كده مش ده الجدول بتاعي انا خدته زي ما هو زي ما هو انا هعمل خانه جديده جامد دراي هو دراي بيساوي ايه؟ جامد توتال على واحد زي ووتر كونتنت طب بص كده اول واحده هنا جاما توتال ب 185 على واحد زائد ووتر كونتنت طب الووتر كونتنت بكام؟ ب 10% يعني 10 على 100 اللي هي ايه؟ 10 من 100 كده 1 من 10 يعني طلع ده 168 أروح للي بعده. والله جاما توتال هنا 1.99 على 1 زائد الوتر كونتنت، الوتر كونتنت مقابل ليها 12% من 100. كده اللعبة وضحت؟ طب النقطة اللي بعدها جاما توتال ب 2.6% على 1 زائد 14% من 100. أجيب دي 2.7% على 1 زائد 16% 2.3% على 1 زائد 18% 1.9 على واحد زائد اتنين من عشرة لعشرين مية يعني مش شرط ان انا اكتب كل الحسابات ممكن تكتب واحدة وتعوض في الايه في الجدول على طول طب عاوز ارسم ارسم علاقة بين الجمد راي والووتر كونتنت ما بين ده وده اوعى تتلخبط ما بين ده وده هو الجمد بقى ليها لازمة دلوقتي والله لا بص كده اهو عشان ما الخبطش نفسي اهو يا عم اهو ولا تزعل نفسك خالص ما تلخبطش نفسك تيجي نرسم العلاقة هي دورها خلص جبت منها الجامد راي. أول نقطة بص هي من 10 لحد 20 كان ممكن امشيها كل اتنين كده. ما بداتش من الصفر بدات من أول 10. طب الرأسي والله ده 1 68 لحد كام؟ 1 8 من 10 قمت انا امشيها ايه؟ من أول 1 ونص لحد 1 حاجة كده سكيل صغير براحتك يعني. طيب 10 بيقابلها 1 68 أنا رحت 10 عند 1 68 وخط النقطه الاولانيه اللي بعده 12 بيقابلها 177 12 مع 177 جبت النقطه الثانيه 14 مع 1.8 جبت الثالثه 16 مع 1.78 جبت الرابعه 18 مع 1.72 ال 20 بيقابلها 158 ماشي الخطوه اللي بعدها وصل بايدك مش بمسطرة وصل بإيدك نستكتبها دي يا جماعة أنا نستكتبها لسه فاكرها دلوقتي وصل هنا اكتب لي بقى هنا أهو كده أهو وصل بإيدك اكتبها لي اكتبها لي ضروري وصل بإيدك يبقى أنا رحت جبت الجمد راي من من خلال القانون ورحت إن أنا عوضت في الإيه في الكيرف رسمت المطلوب رقم اتنين بيقول لك ايه؟ ديترماين ذا اوبتيمم وجر كونتنت والماكسيمم دراي دينستي والله اعلى نقطه اهي اجي من عند اعلى نقطه يبقى هو ده الجمد راي ماكسيمم ب 1.8 وعند نفس النقطة يبقى هو ده محتوى المية الأبسل الأوبتيمم موتر كونتنت كام؟ بـ 14% طيب طب السؤال اللي بعده الراجل ده قال لك إيه؟ إف ذا كومباكتد فيلد دراي يونت ويت قال لك إن الجمد دراي في الفيلد بـ 1.75 الجاما ضرايب بتاع الموقع ب 1.75 هل ممكن اعتبر ان الصيل دي الدمكت كويس؟ انت راضي عن المقاول يا باش مهندس؟ شغله كويس ولا ادمك تاني؟ طب استنى استنى والله عشان احكم على شغلك بروح اجيب حاجه اسمها الريلاتيف كومباكشن او الافشنسي الدمك النسبي هاخد الرقم بتاع الموقع اقسمه على رقم المعمل او الرقم الماكسيمم يبقى واحد خمسة وسبعين على واحد وثمانية اداني سبعة طب الكود بيقول ايه الكود بيقول لي ان هو يكون اكبر من خمسة في المية طب هو اكبر اهو خلاص الراجل ده مية مية والموقع ده قدامك كويس كمل شغل كمل شغل حد يا جماعة عنده سؤال في المسألة دي لك المسائل سهله وبسيطه سهله وبسيطه بس احنا احنا بنتعامل مع مسائل بنتعامل مع ام اس كيو بنتعامل مع شفوي فالسيكشن بالنسبه لك مش مسائل بس سيكشن محاضرة بتتعامل بتفكر في الحاجات دي كلها انت هتسال اسئله نظري كتير قوي في الجزء ده حد عنده مشكله في السؤال ده يا جماعه المساله دي حد عنده مشكله تمام يا هندسه طيب نشوف اللي بعده مثال انا فضلت في السكشن كل ربع ساعة بالظبط كمثال الموضوع سهل. هنا بيقول لي ايه؟ ذا ذا داتا فروم ستاندرد بروكتور. عمل هو ستاندرد بروكتور وعمل موديفايد بروكتور عمل التجربتين. على عينه سويل كان الجي اس ليها 264 الجي اس الراجل كان لسه بيسأل عليه. قال لك ايه؟ بلوت ارسم ذا كومباكشن كيرفز ارسم كيرفات الكومباكشن along with the zero air void curve سيبها دلوقتي. وهات لي الاوبتيمم ووتر كونتنت وهات لي الماكسيمم دراي دينستي الحاجات اللي احنا بنجيبها من الكيرف بيديني جدولين جدول بتاع الستاندرد وجدول للموديفايد جدولين وقال لك ارسم ارسم لي الكيرف تعالى واحده واحده نعيد نفس الخطوات تاني ستاندرد بروكتو تعال نشتغل على الكيرف او الاو... على الجدول الاولاني مديني جدول اهو طيب نسال نفسنا سؤال هو الراجل ده مديني دراي يونت ويت او دراي دينستي ولا مديني جاما توتال؟ مديني جاما توتال ولا جاما دراي؟ مديني جاما دراي جاهزه مش محتاج اعمل حاجه مش محتاج اعمل حاجه طيب يعني انا جاهز على الرسم؟ اه جاما دراي على الراسي ووتر كونتنت على الافقي الدنيا بسيطه خالص والله يا جماعه طيب ده من اول 9 و3 لحد 23 فانا ممكن ان انا امشيها ايه؟ يعني امشيها اتنينات 8 10 12 14 16 18 لحد 24. انا ببص واحكم بمزاجي ده سكيل كده ايه؟ انت بتعمله بسكيل بس على حسب المساله. طيب ده من اول 1.6 لحد اعلى حاجه هنا اعلى حاجه هنا والله 1 7 5 5 ده اعلى حاجه. ممكن ان انا امشيها ايه؟ من اول 1.6 1 و7 واحد يقول لي انت وصل لحد 2 و2 ليه؟ ايه يا عم ده كله؟ انت مش محتاج ده كله في حاجه. لا انا محتاجها للمطلوب الثاني فسيبها دلوقتي وهتفهمها دلوقتي انا اقصد طيب تعالى كده نعوض 9 و3 بيقابلها 1.69 فانا رحت كده عند 9 و3 ويقابلها 169 يعني قبل ال 1.7 بشويه كده وقمت واخد النقطه الاولانيه. 11 و8 يعني قبل 12 بشويه بيقابلها 171 واحد واحد ايه 5 14 و3 اهوت بيقابلها 1755 خمسة خمسة. 17 و6 بيقابلها واحد سبعة أربعة سبعة بيقابلها واحد ستة ستة ثلاثة بيقابلها واحد ستة واحد تسعة هو إحنا بنعمل إيه أنا كل اللي أنا بعمله إن أنا بأيه بعوض بالنقط وصل بإيدك وصل بإيدك خد بالك من حاجة أما يكون عندك نقطة كده ونقطة كده ونقطة كدة ونقطة كده ونقطة كده, ونقطة كده،, ونقطة كده. وصل بايدك فينا على نقطه اهي يقابلها الاوبتو موتور كونتنت طب ما يكون عندي حاجه زي كده بص كده ركز 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 اهو وعندي نقطه كده وبعدين يعمل كده طيب هوصل ازاي بص كده وصلت وصلت اول نصين اهو اما اجي اوصل بين النقطتين اللي قريبين من بعض ما باخدهمش خط مستقيم كده لا بوصلهم بكيرف شويه كده بكيرف شويه كده زي ما انا عامل في الرسم فتبقى اعلى نقطه فين ولا دي ولا دي حاجه في النص ما بينهم كده هي دي اعلى نقطه حاجه في النص ما بينهم يبقى انا ما بوصل نقط قريبه من بعض بجيبها ايه كده كده تقريبا الكيرف ايه بعملها بكيرف شويه ماشي مش خط مستقيم فلو عايز اجيب الاوبتوم هنا هتلاقيه جاي هنا ايه كده تقريبا هنا اهو كده تقريبا ده الجامد راي ماكسيمم تقريبا واحد بوينت سبعة ستة من نفس النقطة أنزل رأسي أجيب الإيه الأوبتيم ووتر كونتنت ب 15% طيب ده المطلوب الاولاني تعال نشوف الثاني بيقول لك ايه ارسم حاجه اسمها الزيرو اير فويد ايه الكلام ده يا باش مهندس هو نسال سؤال هو انا دلوقتي اما اعمل دمك ماشي اللي بيحصل الهواء المحبوس بيخرج طب هو السؤال الهواء ده هوت بيخرج كله لا اكيد بيخرج منه 80% 70% 85% انت مش هتعرف تخرج 100% من الهواء 100% من الهواء ده حاله نظريه ان ما يكونش عندك هوا خالص متخيل فاكر الرسمه الاولانيه بتاعت اول السكشن سوليد ووتر اير اما اما بعد الدمك ايه اللي حصل؟ السوليد زي ما هو والووتر زي ما هو الاير قل انا خفضت قد ايه من الهواء؟ والله انا طلعت 90% هواء يبقى اتبقى لي 10% هل انا أخرج المية في المية؟ اعرف اخرج ال 100%؟ اعرف اخرج الهوا كله؟ ما يبقاش عندي هواء في الفراغات؟ ما يبقاش عندي الفراغات يبقى فيها ميه بس؟ قال لك والله دي حاله نظريه طب الحاله النظريه اسمها ايه؟ قال اسمها زيرو اير فويد زيرو اير فويد مفيش هواء فالراجل ده بيقول لي ارسم لي الزيرو اير فويد لا يعني هات لي لو انت عندك مفيش هواء ايه اللي يحصل؟ طيب والله قال ده ليها قانون لو انا عاوز اجيب الجامد راي عند زيرو اير فويد عند الحاله النظريه مفيش هواء قال لك ليها قانون القانون بيقول ايه يا باشمهندس؟ الجاما راي بيساوي جاما ووتر في الجي اس على واحد زائد ووتر كونتنت في الجي اس على واحد في افتح قوس واحد ناقص اي في حفظ احفظ تيجي كده نعوض والله الجاما ووتر انا هنا شغال بوحدات الطن فالجاما ووتر تبقى بواحد الجي اس مداني في المساله بكام؟ ب 2 64 اهي أربعة 64 ماشي واحد زائد الوتر كونتنت هاخد الرقم اللي انا بعوض عنده تسعة تلاتة من عشرة طب على مية يبقى زيرو تسعة تلاتة احنا قلنا لازم نقسم على مية طب جي اس ب 2 64 1 ناقص الاي في 0 0 ليه؟ مش انا 0 اير فويد مفيش هوا اصلا ف 0 طب لوحدك تفهم لو هو قال لك ارسم لي 10% هواء هحط الاي في ب 10% طب انا دلوقتي شغال على ايه؟ زيرو اير فويد مفيش هواء عوض 1 جمع ووتر 264 على 1 ووتر كونتنت بتاعته 10 بس اقسم على 100 يبقى 264 1 ناقص صفر يطلع دهوت 2.119 طبعا بتاع اللي بعدها في القانون، القانون ده قلنا ايه؟ قانون ده حفظ جام ووتر بكام؟ بواحد الجي اس ب 64 متدلي في المساله على واحد زائد الوتر كونتنت 11 و8 على الساعه 100 الجي اس ب 64 بواحد ناقص صفر الايرفويت بصفر يطلع 2.13 اعرف اكمل اه خلاص كل مره تعويضه اقول ايه وهكذا 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 زي ما كنا بنشوف في المسلسل طيب تعالى بعد كده كمل هناخد اللي بعده نعوض دي وبعدين نرص الارقام جاما ووتر واحد في الجي اس 264 ثابته واحد زائد الوتر كونتنت بكام؟ 14 و3 اقسمها على 100 الجي اس 264 واحد ناقص صفر يطلع ده 1.916 أعوض هنا وأجيب الرقم، أعوض هنا وأجيب الرقم، أعوض هنا وأجيب الرقم. تعالى نرسم دول. يعني هرسم العلاقة ما بين الوتر كونتنت والجمد راي في الحالة النظرية، اللي هي إيه الحالة النظرية دي؟ إن مفيش هواء وده كلام نظري. طب تعالى كده عوض. النقطة الأولانية أهي 9 و3 بيقابلها 21. 2.119. 11 و8 بيقابلها 2.013. 14 و3 بيقابلها، إحنا مش عايزين نفح حاجة أهو عشان ما تلخبطش نفسك. حط عليه قلم، حط عليه أي حاجة عشان ما تلخبطش نفسك أهو. 14 و3 بيقابلها 1 بونت 916. 17 و6 بيقابلها 1 بونت 81 2 20 بيقابلها 1 7، 23 بيقابلها 1 6 4 2. لو لاحظت هتلاقي النقط طالعة فوق، ما هي حالة نظرية فالجامة طالعة أرقام أعلى. وصل بيطلع تقريباً خط. حد عنده اسئله يا جماعه في الكلام ده؟ الناس لسه معايا ولا الناس فصلت؟ معاك هندسه معاك هندسه طب نشوف ال.. نشوف حاله المودفايد هنعيد نفس الكلام سريعا سريعا بس خلاص الموضوع خلص ورغم الراجل ده مديني ووتر كونتنت دراي هعمل ايه؟ تعال الاول بس نجيب الأوبتيموم والايه؟ وال وال ال.. 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 وال وال ووتر كونتنت دراي ماكسيموم خلاص الكيرف اهو خلاص بقى تعويضها سهل تسعه وتلاته قصادها 1.873 12 و8 ب 1910 وانا رسمتها على البرنامج على طول خليته يرسمها لي رسمت النقط كلها كل ووتر كونتنت بالجمد الرمي اللي بيقابلها كل ووتر كونتنت بالجمد الرمي اللي بيقابلها 15.5 مثلا اهي هتلاقي بتقابل كام 1803 قمت راسمها رسمت طيب عاوز اجيب الجمد دراي ماكسيمم يطلع بكام 1910 واحد واحد هو نفس الرقم اللي في الجدول اه عشان ايه يا باشمهندس؟ مش احنا عملنا كده؟ لسه لسه قايلها لك حالا اهو. فالنقطة اللي فوق ده اهي هي أعلى قيمة، جبت منها الجامد راي وجبت منها الوتر كونتنت. طب ما بالك بقى لو هما كده لو هما قريبين من بعض، قلت لك لما تيجي توصل بتيجي كده وتيجي هنا تاخد كيرف شوية فتبقى النقطة الماكسيموم هنا. ده كلام مهم قوي النقطة الماكسيموم هنا. مش نقطة منهم. طب الحالة دي لا ده الحاله دي لقيت النقطه الماكسيمم هي نفسها نفس النقطه طلع ده اللي كونتنت ب 12 هو نفس الرقم بتاع الجدول اهو طب تعالى نرسم الزيرو اير فويد خانه جديده جامد راي لما الاير فويد بصفر القانون بتاعنا حافظينه نعوض فيه حفظه تاني والله جاما ووتر للخانه الاولانيه واحد في 64 برضه لو مدالي في المساله اصلا واحد الوتر كونتنت في المره دي 9 و3 من 10 بقتنا 64 واحد ناقص صفر عوض في اللي بعدها هو مفيش حاجه بتتغير على فكره البسط ثابت والمقام ثابت بيتغير فيه بس الوتر كونتنت بدل ما هو يبقى 9 و3 هيبقى كم؟ 12 و8 اللي هي الرقم ده يطلع لي ده من هنا 1.973 وهكذا 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 نكمل نجيب ده نجيب ده نجيب ده كل مره بغير بس في الكسر ده بغير ووتر كونتنت واجيب الرقم ده خلاص حلو قوي نرسم 9 و3 قلنا مش عايزين ده في حاجه اشطب عليه عشان ما تتلخبطش حط عليه قلم عشان ما تلخبطش نفسك وانت بترسم اهو 9 و3 بيقابلها 2.119 12 و8 بيقابلها 1 9 7 3 15 ونص بيقابلها 1 8 7 3 اهو انا خد بالك برضه الموضوع سهل في التوصيل اهو هو ده وهو ده 18 و7 بيقابلها 1 7 6 7 21 بيقابلها 1 6 9 5 وصل يبقى هو ده الجمد راي وقلنا تقريبا ده بيطلع تقريبا خط خط بص هي اوضح هنا يعني ده البرنامج اللي رسمها لي الثاني انا رسمها بايدي فدقتي في البرنامج مش عاليه فده البرنامج اللي رسمها لي فهو ده بيطلع خط يعني انت ممكن تحط تختار نقطتين وتقوم موصل خط بايدك خط مستقيم في المسطره يبقى طلعت هو تقريبا بيطلع شبه الخط بالظبط خلصت دي خلصت اخر مساله معانا تعالى نحلها بيقول لي هنا ايه الريزلت اوف كومباكشن تيست عمل اختبار كومباكشن لقى وبيقول لك ايه اف ذا مينيمم الاود ديجري اوف كومباكشن 95% اللي هي الار الدمك النسبي اللي هو الرقم بتاع الموقع على رقم المعمل ب 95% والله انا عارف وانت مش محتاج تقول لي انا عارف الارقام دي طيب اداني جدول يبقى الرقم ده هو ممكن ما يقولكش عليه يعني خد بالك انت عارفه ممكن ما يقولكش عليه اداني جدول في الموجر كونتنت محتوى الرطوبه هو نفسه الوتر كونتنت هي كلمه واحده 5 8 10 13 16 19 ماشي واداني البالك دينستي الجامه بلك هي نفسها الجامه توتال هي هي 1 87 2 4 2 13 وهكذا قال لك استيميت ذا ماكسيمم دراي دينستي طيب تعال نجيب الماكسيمم دراي دينستي الاول هعمل ايه هرسم هذا آه الكيرف بتاعي مديني البلق هو انا برسم علاقه ما بين الوتر كونتنت والبلق لا انا برسم علاقه بين الوتر كونتنت ودراي جاما دراي فمحتاج اجيب الجاما دراي القانون انا حافظه بيقول ايه؟ ان الجاما دراي عباره عن الجاما توتال على واحد زائد ووتر كونتنت. تعال اعوض 1, واحد سبعة وثمانين على واحد زائد خمسة من المية، والرقم ده بيتقسم على مية. يطلع ده واحد سبعة وانت سبعة اللي بعدها اتنين وأربعة من 100 على واحد زائد ثمانية من المية. اتنين على واحد زائد واحد من عشرة، اللي هي عشرة 10 من 100 يعني. اتنين عشرين على واحد زائد تلاتاشر 10 من اتنين ستاشر على واحد زائد ستاشر من اتنين تسعة من 100 على واحد زائد تسعة وثمانية. وقلت لك أنا مش محتاج إن أنا أكتب الحسابات دي كلها اكتب واحدة وعوّض في الجدول تعود مباشر، على الأقل حذفها واكتب الرقم على طول. طب تيجي نرسم خلاص هرسم علاقة بين الوتر كونتنت والجمد راي خلاص الموضوع بالنسبة لنا بقى موضوع سهل. مثلاً على سبيل المثال خمسة أهي صولاً واحد 87، فرحت عند الخمسة مع واحد لو خدت مثلاً ده عايز ارسم الـ13 مع الـ1.946، 13 أهي مع 1.9.46 طب عاوز اجيب الماكسيموم النقط دي قريبه من بعض فهتلاقيني ايه وصلت ما بينهم بكيرف والله البرنامج جوه الرسمال لوحده اصلا بكيرف يبقى الجمله طلعت ماكسيمم واحد 95 والاوبتيموم ووتر كونتنت ب 12% يا باشمهندس الكلام ده كلام سهل انا لسه عامله دلوقتي حالا سيبك منه المطلوب الثاني طب لي هنا ايه؟ اسيومنج ذات زائد in situ compaction يعني الدمك بتاع الموقع in situ is carried out using the same energy used in the laboratory نفس الطاقة ماشي what السؤال هو بقى what will be the range of water content which can be applied in the field بيقول لك يا باش مهندس هو ايه الرينج بتاع المية اللي اعرف اقصر بيه او نعرف ان انا احطه بيه في الموقع واحد يقول لي يا باش مهندس مش انا المفروض ان انا اخد ال 12% دول واروح ان انا احطهم في الموقع وبعدين إن اشغل هراسات اه طيب طب يا باش مهندس هو انا لو حطيت 10% ميه وشغلت الهراسات هيبقى مقبول هيبقى مقبول طب لو حطيت 9% طب لو حطيت 12 طب لو حطيت 15 هيبقى أيوة مقبول اسال نفسك سؤال هو انا يا باشمهندس بحكم على الدمج من خلال نسبه الميه هو انا يهمني في الاخر ان يبقى عندي جامد راي كويسه ولا نسبه ميه جمد انا مالي مال نسبه الميه انا اللي يهمني الجامد راي يعني لو حطيت 10% وادتني جامد راي في الفيلد حلوه كويسه يبقى خلاص ماشي اقول له عم كمل شغل كمل شغل يعني الراجل ده بيقول لي ايه بيقول لي هات لي رنج الميه اللي يخلي الدمك مظبوط او اللي يخلي الدمك كويس طب اتصرف ازاي ركز معايا كده والله يا باشمهندس انا كنت بجيب حاجه اسمها الار الأرض ده كانت بتساوي الجامد راي في الفيلد على الجامد راي ماكسيمم طب هي الجامد راي ماكسيمم اصلا بكم؟ واحد خمسة 1.95 صح؟ طب الجامد راي في الفيلد والله انا مش عارفها انا عارف ان الار مفروض تكون بتساوي 95 من 100 او اكتر ابص كده انا هعمل ايه؟ أنا هضرب 1 95 في 95% من طلع بكام؟ 1.86 1.848. أنا بس الرقم دهوت ممكن إن إحنا نخليه 195 أنا هعدل لكم ده يا جماعة لكم تاني. ده 195 الرقم دهوت. فطلع إن المينيموم اللاود نستي 1848. الله. ده مين؟ ده المسموح بيه يعني دلوقتي اقول ان الار بتساوي 1.848 على 1.95 يطلع ب 95% فاقول له ان الدمك مقبول اه مقبول مش محقق شرط الكود محقق شرط الكود طيب ركز بقى معايا انا محتاج ميه تحقق الرقم ده مش أنا لو وصلت لجمض راي في الموقع ب 1.848 يبقى أنا كلامي مظبوط؟ أنا محتاج ميه تحقق لي الرقم ده. طب هتوصل هتوصل لك حالاً. شايف ال 1.848 ده؟ أنا هدخل بيها الكيرف. أنا رحت من عند الجمض راي وقطعت الكيرف. قطعت الكيرف في نقطتين نزلت راسي من ان عندي نقطتين طيب بص كده النقطه الاولانيه 7% والنقطه الثانيه 16.5% ونص ماشي بص كده يا باشمهندس بقى والله لو حطيت في الموقع 8% هيدي لك جامد ضريبي كام؟ ب 1.8 8 تقريبا الرقم ده مقبول؟ اه مقبول ليه؟ هو ال 1.848 اصلا مقبول يعني الرقم ده هوت بيديني efficiency 95% الرقم ده بيديلك كفاءه دمك 95% طب ال 1.88 ده اعلى منه يا عم طب بص لو حطيت 10% في الموقع هيديني جاما دراي 1 9 3 مثلا مقبول مقبول لو حطيت 15% اهو يديني جاما دراي بكام 1 8 7 تقريبا او 8 9 مقبول هو المينيموم كام 1.848 الرقم ده هوت تاني الرقم ده هوت الت... هو ده اللي بيحقق لي ال95% هو ده اللي بيحقق لي ال95% فكل الارقام دهيت كل ده هيديلك ارقام اعلى من ال95% يبقى يا باشمهندس لو انت حطيت ميه 7% من 7% لحد 16.5 لو حطيت 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 لحد 16 ونص بالظبط هيبقى الدمك مقبول يعني مش لازم التزم بال 12 بالظبط انا حكمي على الدمك مش من خلال الميه ده من خلال الجامه دراي انا لقيت ان الرينج ده هوت حط اي رينج منهم وادمك هيبقى مقبول أنا المينيموم عندي في القبول 1.848 ده المينيموم القبول بتاعي ده المينيموم بتاعي في القبول أي نسبة ميه يديلك أعلى من 1.848 يبقى تمام اشتغل يبقى مش لازم إن أنا 12% بالظبط ده مش الحكم بتاعي ده مش الحكم بتاعي حد يا جماعة مش فاهم الحتة دي؟ حد مش فاهم الفكرة دي؟ فكره مه... مهمه مهمه وبتيجي من حاجات كتير حد مش فاهم الفكره دي تمام يا هندسه طيب سؤال شفه اخير سؤال شفوي اخير معلش انا طولت عليكم شويه سؤال شفوي اخير هو يا باشمهندس ممكن تسال سؤال شفوي مهم قوي على نفس الكيرف لو نسبة المية خمسة... خمسة في المية. لو الراجل حط خمسة في المية ودمك ودمك صح هيعمل ايه؟ هتلاقي ان ال 5% دي مطلع رقم صغير تقريبا 1 ايه؟ 7 8 اقل من المسموح به طب لو حط 18% ايه اللي هيحصل؟ هيدي برضه رقم صغير 1 75 مثلا هتصرف هنا ازاي؟ واتصرف هنا ازاي؟ احنا لازم نحل الراجل ده شغله مش كويس او ما عملش ما عملش مظبوط هنعمل ايه؟ ال 5% نعمل فيها ايه؟ طب نشوف ما, ما نعمل فيها ايه؟ حد عنده فكره؟ المفروض نزود الميه وندمج ثاني تمام الله ينور عليك ال 5% طب 18 18 المفروض ازود بقى التربه اللي انا حاططها او اعمل اي حاجه من كده اقلل الميه اقلل كميه التربه أقل اللي على المنسوب اقلل كميه الميه يا هندسه قللوا ازاي؟ يعني بالنسبة. الناس طب مثلا لا يا عم ناس ايه يا عم هو هو مش منسوب ميه جوفيه ده ناس ده التربه بتتشب بتشب على الفراغات مش عارف تسحبها اصلا هنجيب قيمة اقل من 16 عند كمية ميه اقل من 16% في المية. ايوه انت خلاص حطيت ال 18 خلاص هتعمل ايه؟ أوه... فهمني؟ اه فاهمني؟ احنا حطينا ال 18 احنا رحنا الوضع 18 والقامة مش هي دي مش هي دي اللي احنا عايزينها أه... 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 تشيل الطبقات وتعمل وتحنطلح... طبقات ثانيه لا في حل اسهل من كده ممكن نسيب التربة تجف شوية هندسة؟ الله ينور عليك ما هي ببساطة خالص هنسيب التربة تجف يوم يومين التربه تجف شويه ونشغل هرسات تاني وندمج تاني بس. يبقى انا عندي حل عندي عندي فكرتين هنا لو الميه شويه صغيرين هنزود ميه ونسيبها يوم ونمشي هرساتك يا عم وخلاص 100 100. طيب الميه كتير هنسيبها تجف يوم تتبخر شويه محتوى الميه يقل وارجع ادمج تاني بس ببساطه خالص. ده سؤال شفوي وبيتسئل سؤال مهم. انا كده خلصت يا جماعه حد عنده اي استفسار سيكشن طويل معلش بس انا عايز اقول لك إن الموضوع ده لو شرح على سيكشن واحد كان ايه اللي حصل انا اصلا مش عارف اخلص السيكشن ده بالك بقى لو هما اتنين حد يا جماعه عنده استفسار لا تمام يا مهندس